السلام عليكم. إن شاء الله من خلال الفيديو ده هنحل امتحان الدور الأول ل 2024. طيب، بالنسبة لامتحان الفيزياء في 2024، الامتحان يعتبر كان محتاج تركيز ومحتاج قوة ملاحظة، وفي أسئلة جت بطريقة جديدة. فياريت الطلبة اللي بتسأل هو الكتاب إيه أقرب للامتحان، هو الكتب بتعلمك تفكر وبعدين في الامتحان تحاول تستخدم خبرات التفكير في إنك تتعامل مع الأسئلة. طيب تعالوا كده نبدأ نتعامل مع الأسئلة إزاي. أول حاجة هحللك السؤال وبعدين هقولك أنت كان ممكن تغلط في السؤال ده إزاي وإيه أسباب الغلط أو الخطأ اللي أنت غلطته، بحيث إن الطالب اللي هو بقى 2025 ياخد باله من الأخطاء دي. تعال نشوف السؤال الأول. بيقول لك الرسم البياني الموضح يعبر عن علاقة بين تغير مقاومة أسلاك من 3 مواد مختلفة ليها نفس المساحة، يبقى المساحة واحدة وعند نفس درجة الحرارة مع تغير طول السلك، أي من الاختيارات الآتية صحيح؟ بص كده على الاختيارات هتلاقيه بيسأل على التوصيلية. السؤال على التوصيلية والمعطى رسم بياني، فبحاول أجيب الميل، ميل الرسم البياني، وأشوف إيه علاقة الميل بالمطلوب بالتوصيلية. فعشان أنا أعرف أجيب ميل أي رسم بياني بحاول أكتب القانون، بس بشرط اللي على الصادات قبل يساوي مين على الصادات R. انت حافظ ان الار بتساوي رو اي في ال على الاي، بس احنا عايزين القانون يكون مكتوب بالتوصيلية. عشان كده هقول ان الار بتساوي، هسيب ال مكانها والاي مكانها والرو اي هشيلها واكتب 1 على التوصيلية. طيب عشان اعرف الميل بشطب على الصادات اللي هي الار، واشطب على السينات اللي هي ال، ما تبقى هو الميل. يبقى الميل عبارة عن 1 على التوصيلية في ايه. طيب ما المساحة واحدة للتلات أسلاك، يبقى العلاقة اللي بين الميل والتوصيلية علاقة عكسية، يبقى مين توصيليته أكبر اللي ميله أقل. ده أقل ميل، يبقى توصيلية زد أكبر من توصيلية واي، وتوصيلية واي هتبقى أكبر من توصيلية إكس. يبقى الاختيار الصحيح هيكون جيم، توصيلية زد أكبر من توصيلية واي أكبر من توصيلية إكس. والسؤال ده ان شاء الله هيكون معظم الطلبة حلوه كويس لانه موجود بالنص في معظم الكتب. سؤال رقم 2، يمثل الشكل موصل معدني مختلف في مساحة المقطع والصلة بين طرفي بطارية في دايرة كهربية مغلقة، فاذا علمت ان طول الجزء A طول الجزء A بيساوي طول الجزء B، فعايز النسبة بين فرق الجهد VA على VB. طيب فرق الجهد VA على VB هو يا ترى عايز النسب كأرقام ولا عايز النسب بدلالة رموز؟ بدلالة الآر، هنا الآر وهنا الآر وهنا الآر وهنا الآر. تمام. طيب في الحالة دي هكتب قانون الفي، فرق الجهد عبارة عن آي في آر، وخلي بالك الموصل ده متوصل على التوالي مع الموصل ده، فبالتالي التيار اللي هيعدي هنا هو التيار اللي هيعدي هنا، فهقول آي في الار A على الاي في الار بي. طيب الاي هتطير مع الاي، ويبقى نسب فرق الجهد طردية مع نسب المقاومات، او نسب فرق الجهد هي نفسها نسب المقاومات، فيبقى في اي على في بي عبارة عن ار اي على ار بي، ار اي على ار بي، يبقى الاختيار ب هي الاجابة الصحيحة. سؤال رقم 3، توضح الاشكال عدة مقاومات متصلة معا توالي وتوازي، اي الاختيارات صحيح بالنسبة للمقاومة المكافئة لكل مجموعة. تخيل هو طالب بانك تجيب المقاومة المكافئة لشكل بسيط جدا غير الشبكة المعقدة اللي كانت بتجيلك في الاسئلة طول السنة على الفصل الاول، وده معناه ان انت لما تدي الفصل الاول اكتر من حقه ده هيضرك مش هيفيدك. طيب تعالى كده نشوف المقاومة المكافئة. واضح ان الثلاثة ار والستة ار مقاومتين متوصلين على التوازي، فبنخلصهم ازاي؟ نقول حاصل ضربهم على ناتج جمعهم، 3 ار في 6 ار على 3 ار زائد 6 ار يبقى 2 ار، ومعاك ار هنا يبقوا 3 ار، يبقى المقاومات هنا 3 ار. طيب المقاومة المكافئة هنا هتبقى ايه؟ ار وار، يبقى واخد واحدة على عددهم، مقاومتين على التوازي قد زي بعض، اخد واحدة على عددهم يبقى هنا نص، ومعاك 2 يبقى 2.5 ار، 2.5 ار. هنا معاك 2 ار وار على التوازي، هنقول 2 ار في ار على 2 ار زائد ار هتبقى تلتين، تلتين زائد ار تطلع 1.67 ار. تعال بقى نشوف الاختيارات المناسبة ايه.
المقاومة الكلية في الشكل اكس، ده شكل اكس، هل بتساوي المقاومة الكلية في الشكل واي؟ مفيش حد بيساوي حد، يبقى حتة يساوي دي مرفوضة. طيب المقاومة الكلية في الشكل اكس، ادي الشكل اكس اهو، هل هي اقل من المقاومة الكلية في الشكل واي؟ لا، هي اكبر، 2.5 اكبر مش اقل. طيب ج، المقاومة الكلية في الشكل زد، المقاومة الكلية في الشكل زد 3، هل هي اقل من المقاومة الكلية في الشكل اكس؟ لا، دي اكبر من اي مقاومة في دول. طيب الاختيار ده كده هو الاختيار الوحيد اللي فاضل، المقاومة الكلية في الشكل زد اكبر من المقاومة الكلية في الشكل واي. ايوه، التلاتة اكبر من 1.67% واكبر من 2.5، يبقى الاختيار ده هو الاختيار الصح. سؤال رقم 4، لديك دائرة كهربية كم بالشكل، فأي الاختيارات التالية يكون صحيح؟ طيب هو بيتكلم عن قراءة الفولتميتر، مرة والمفتاح مفتوح ومرة والمفتاح كي مغلق، ده المفتاح. طيب أنا هعمل حاجتين، أول حاجة هرسم الدايرة والمفتاح مفتوح. يعني ايه المفتاح مفتوح؟ يعني هشيل الفرع ده، ما دام المفتاح مفتوح يبقى دخل هنا هواء، والهواء مش هيمرر تيار، فبالتالي هشيل الفرع ده، وكمان هشيل الفولتميتر عشان بس اشوف البطاريات بنظامها ايه، بس مش هنسى ان الفولتميتر محوط على البطاريه والمقاومه اللي جنبه، والبطاريه ليها مقاومه داخليه. طيب اديني رسمت الرسمه اهو، اول حاجه والمفتاح مفتوح شلت الفرع ده وكملت الدايره كويس جدا، وبعدين انا دلوقتي شلت الفولتميتر بس عارفه انه متوصل من النقطه دي لحد النقطه دي. طيب وهنا لما يكون المفتاح مغلق هيبقى الفرع ده معانا، وبرده مكان الفولتميتر هو في الحته دي الفولتميتر. طيب انا دلوقتي ليه شلت الفولتميتر؟ اصل انا عندي بطاريتين، فانا عايزه امشي كده اتجاه التيار البطاريه الكبير، وده اتجاه التيار البطاريه الثانيه، فالتيار اللي خارج من البطاريتين عكس بعض، فالدايره دي في حاله شحن وتفريغ، فبالتالي البطاريه في باتري هي الصغيره، لان دي 2 في باتري، فلما نيجي نقرا فرق الجهد بين طرفيها بتبقى في باتري زائد، فقراءه الفولتميتر هيبقى عباره عن في باتري زائد زائد اي في ايه، في الارات اللي ما بين النقطه دي والنقطه دي في المكان المتوصل فيه الفولتميتر، مين المقاومات؟ المقاومه دي والمقاومه الداخليه للبطاريه اللي هي ار، يبقى معاك ار وار الداخليه يبقى 2 ار، يبقى اي في كام؟ في 2 ار، يبقى هي دي قراءه الفولتميتر. طيب هقول ان الفي هتساوي الفي باتري، تمام؟ ما هو عايز الاجابه بدلاله الفي باتري، سيب الفي باتري وسيب الاثنين وسيب الار، كل ما في الموضوع ان انا عايز افك الاي، فهيقول الاي بتساوي هطرح البطاريتين من بعض، لان قلنا الدايره في حاله شحن وتفريغ، 2 في باتري شيل منها واحده هجيب التوتال بتاع البطاريات، 2 في باتري شيل منها واحده تبقى في باتري بس على المقاومات اللي عندك. لما شلنا الفولتميتر هيبقى سهل عليك انك تجمع ان شاء الله، ادي ار وار، ادي 2 ار 2 ار، وفي هنا ار، ادي 3 3، ومعاك هنا 2 ادي 5، ومعاك هنا 1 يبقى 6 6 ار، يبقى هاجي هنا مكان التيار واكتب في باتري على 6 ار، تقوم الار دي تطير مع الار دي، على 2 فيها الواحد على 2 فيها الثلاثة، يبقى الفي هتساوي في باتري زائد تلت في باتري. طيب ما دي تعتبر 3 على 3 1، او احسبها بالآلة الحاسبة، 1 زائد تلت هتبقى 4 على 3 في باتري، 4 على 3 اهي و4 3 اهي، يبقى دي يا دي. طيب تعالى بقى نجيب والمفتاح ايه؟ مغلق، والمفتاح مغلق ما زال قراءة الفولتميتر عبارة عن في باتري زائد اي في الارات اللي محوط عليها الفولتميتر، الار والار 2 ار، ادي 2 وادي الار. طيب ادي الفي باتري سيبها لان هو عايز الاجابة بدلالة الفي باتري، وادي الاثنين سيبها، وادي الار، احنا بقى هنفك الاي. الاي دي عبارة عن الفي باتري المحصلة هتطرحهم من بعض زي ما اتفقنا شحن وتفريغ، 2 في باتري شيل منها واحدة تبقى في باتري، اللي اختلف هنا المقاومات، 2 ار و2 ار على التوازي زي بعض المقاومات، بناخد واحد على عددهم تطلع ار، ار وار ادي 2 2، وفي هنا ار ادي 3 3، وفي هنا ار ادي 4 4، وفي هنا ار يبقى 5 على 5 ار. تعال نكتبها هنا، في باتري على 5 ار، هتطير دي مع دي وهيبقى عندك في باتري زائد 50 في باتري، يبقى دي كده عبارة عن 7 على 5
في باتري. 7/5 اهي، يبقى دي مع دي، يبقى الاختيار الصحيح ب، يبقى احنا هنختار الاجابة ب. سؤال رقم 5 ده يعتبر سؤال مقالي. الشكل يمثل دايرة كهربية عند غلق كي واحد وكي تلاتة. كي واحد وكي تلاتة فقط يمر تيار شدته 8 أمبير، وعند غلق كي اتنين وكي تلاتة فقط يمر تيار شدته 6 أمبير. عايز قيمة الفي باتري. طيب لما يكون كي واحد وكي تلاتة هما بس المقفولين، هيبقى ساعتها الفرع ده مش موجود، وتبقى الدايرة بتاعتك عبارة عن ايه؟ عبارة عن البطارية دي اللي هي مكتوب عليها في باتري، والمقاومة الداخلية اللي هي 1 أوم ماشي، وفي الفرع ده اللي هو فيه المقاومة المجهولة R، وادي كده احنا قفلنا الدايرة. يبقى دايرتك كده والفرع في النص ده ملغي ما دام المفتاح ده مفتوح. طيب تعالى بقى ساعتها هنقول ان الاي هتساوي الفي باتري على الار، ومنها الفي باتري بتساوي الاي في الار، خليها كده افضل. طيب الفي باتري اللي هنا كام؟ في باتري واحدة بالسالب. التيار انت قلت لي التيار المر كام؟ 8 من 10. ماشي، في الارات اللي عندك، احنا دلوقتي عندنا الار دي والمقاومة الداخلية دي، مقاومة هي داخلية 1، يبقى الار زائد 1. طيب يبقى الفي باتري بتساوي هنوزع 8 من 10، 8 من 10 في ار تبقى 8 من 10، ده مقدار مجموع، فبنوزع عليه 8 من 10 زائد 8 من 10 في 1 بتمانية من عشرة. ادي كده معادلة هسميها المعادلة 1. طيب ولما اجي اقفل كي 2 اهي وكي 3، يبقى ساعتها الفرع ده مع السلامة لاغي. يبقى دي دايرتك، هرسمها عشان يبقى شغلك منظم. هيبقى معاك بطارية اللي هي الفي باتري، واللي مقاومتها الداخلية 1 أو 2 أوم، لأ دي 2 أوم، وهتبقى معاك المقاومة، وهتبقى دي الدايرة عندك. يبقى ساعتها الفي باتري هتساوي التيار اللي هيمر في الحالة دي اللي هو قيمته 6 من 10 في الأرات الأر المجهولة زائد الأر الداخلية اللي هي قيمتها 2 أوم، أصلها دايرة توالي عادية يعني. طيب هنعمل ايه بقى؟ دي نوزع الاول، في باتري هتساوي 6 من 10 في ار ب6 من 10 ار زائد 6 من 10 في 2 ب1.2 من 10، بس ما فيش ار ولا حاجه، 6 من 10 في 2 ب1.2 من 10. ماشي، طيب هنحوط عليها كده ونكتب عليها المعادله 2، ادام دي في باتري ودي في باتري يبقى قد بعض، يبقى هساوي الطرف ده بالطرف ده، يبقى الطرف اللي فوق اللي هو 8 من 10 ار زائد 8 من 10 هيساوي 6 من 10 ار زائد 1.2 من 10. تعالى نلم الشمل كده، يعني ايه؟ نقول 8 من 10 ار، نجيب لها 6 من 10 ار هنا فبتبقى بإشارة مخالفة، ونسيب 1.2 من 10 مكانها، نودي لها 8 من 10 بإشارة مخالفة. تمام، 8 من 10 شيل منها 6 من 10 يبقى 2 من 10 ار، 1.2 من 10 شيل منها 8 من 10 يبقى 4 من 10. يبقى الار هتساوي البعيد على القريب، 4 من 10 2 من 10 تبقى 2 أوم. ما خلصناش، احنا كده جبنا المقاومة، وده سؤال مقالي، انت كده ما خلصتش، انت جبت المقاومة، فعايزين نجيب الفي باتري. فتعالى نعوض في المعادلة الأولى، مثلا نقول الفي باتري بتساوي 8 من 10 في الاتنين يبقى 1.6 من 10 زائد 8 من 10، هيبقى معاك الناتج 2.4 من 10 فولت، هتبقى هي دي الإجابة. سؤال رقم 6، لديك دائرة كهربية كما بالشكل، فعايز قيمة I 1 بدلالة I 3. طيب تعالى عند النقطة دي ونطبق، نشوف من التيارات الداخلة ومن التيارات الخارجة. هتلاقي I 1 داخل على النقطة دي وخارج منها I 2 وI 3. هنقول I 1 بتساوي اي 2 زائد اي 3. فهمت المطلوب منك ايه؟ المطلوب منك انك تشيل قيمه اي 2 وتجيبها بدلاله اي 3 عشان تعرف تجمع ويكون الناتج بدلاله اي 3. طيب وده هنعرفه ازاي؟ من خلال المسار ده. هنيجي عند البطاريه دي نعمل سهم من السالب رايح للموجب، من السهم جواها كده، من السالب رايح للموجب، ونمشي في اي اتجاه يعجبنا، ولا نفترض في هذا الاتجاه. هنقول اللي ماشي معانا في الاتجاه ده يبقى موجب، واللي مش ماشي معانا يبقى سالب.
هنقول يساوي البطاريات الناحية دي والآي في آر الناحية دي. عندك البطارية دي 2 في باتري سهمها معانا فتتجاب بالموجب 2 في باتري، والبطارية دي سهمها مش معانا، بقارن السهم بأقرب سهم يوازي ليها مش معانا فتتجاب بالسالب سالب 2 في باتري. هناخد السلكية اللي فوق هنلاقي فيها مقاومة 4R ماشي فيها اي 2 واتجاهه مش معانا، يبقى سالب 4I2R. والسلكية دي فيها مقاومة 5R ماشي فيها اي 3 واتجاهه معانا، يبقى موجب 5I3R. تمام. طيب دي كده هتبقى صفر بتساوي سالب 4I2R زائد 5I3R. ودي الناحية دي يبقى 4I2R هتساوي 5I3R. الR هتروح مع الR، وزي ما اتفقنا عايزين قيمة I2 بدالة I3، يبقى I2 هتساوي 5I3 على 4. نرجع بقى للفكرة دي نقول ان I1 هتساوي، هشيل I2 واكتب 5 على 4 I3 زائد I3. شوف بقى 5 على 4 زائد 1 هتبقى كام؟ هتبقى 9 على 4 I3. 9 على 4 I3 يعني 2 وربع، فيبقى الإجابة الصحيحة هتكون ألف. سؤال رقم 7، عند مرور تيار كهربي في سلك مستقيم موضوع في الهواء تولد عند نقطة بجوار السلك مجال B، لتقليل كثافة الفيض عند نقطة عند نفس النقطة يلزم إيه؟ طب بص على الاختيارات، عايز يستبدل السلك بآخر ومش عارفة إيه. طيب بص هنا، بنفس المصدر نفس المصدر نفس المصدر آخر قوته الدفع الكهربية، يبقى الموضوع في الفي باتري. بمعنى إيه؟ المجال الناشئ عن مرور تيار كهربي في سلك البي عبارة عن ميو آي على 2 باي دي. لما يكون القصة بقى فيها في باتري، فأنا هفك التيار اللي هو الآي، هقول ميو وادي التو وادي الباي وادي الدي، هفك الآي لفي باتري على الآر، فهتظهر الآر في اللعبة، فالآر هنا هتأثر هي كمان على البي. طيب انت عايز تعمل ايه؟ انت عايز تقلل كثافة الفيض، يتقلل البسط يتكبر المقام. عشان تقلل البي يبقى تقلل البسط او تكبر المقام. طيب تعال نشوف الاختيارات، نستبدل السلك بسلك تاني زي طول اقل وتوصيله بنفس المصدر. ما لو طول اقل هتبقى المقاومة اقل، لان الار بيساوي رو اي في ال على اي، فالمقاومة لو اقل يبقى البي هتزيد مش هتقل، يبقى الاختيار ده مش صحيح. طيب استبدل السلك باخر طوله اكبر وتوصيله بنفس المصدر، لما يكون طوله اكبر هتبقى مقاومته اكبر، ولو المقاومة هي موجودة في المقام أكبر يبقى البي هتقل، يبقى الاختيار ب اختيار صحيح. طيب نستبدل السلك بآخر له نفس الطول يبقى ليه نفس المقاومة ومساحة مقطعه أكبر وتوصيله بنفس المصدر. طيب ما لما تكون مساحة المقطع أكبر هتبقى المقاومة أقل، المقاومة أقل لأن المقاومة رو إيه في إل على إيه عكسي مع المساحة، ولو المقاومة أقل هتبقى البي تزيد مش تقل، يبقى الاختيار ده مش مظبوط. طب استبدل المصدر الكهربي بآخر قوته الدفع الكهربية أكبر، الفي باتري هتبقى كبيرة يبقى البي كبيرة، وإحنا عايزين البي نقللها، يبقى الاختيار ده كمان مش صحيح، يبقى الإجابة الصحيحة هي ب. سؤال رقم 8، في الشكل الموضح عند غلق المفتاح كي، فالمغناطيس 1 والمغناطيس 2 هيبتعدوا ولا هيقتربوا من الملف؟ تعال نقفل المفتاح. فأول ما هنقفل المفتاح هيمر التيار الكهربي، بيخرج من القطب الموجب وهيروح للسالب، ادي التيار مروح للسالب. ماشي، تعال نحدد كده الأقطاب، ما هو المجال الناشئ أو لما تقول إن التيار مر في الملف، فالتيار فالملف بيتحول إلى مغناطيس. أقطابه إيه بقى؟ التيار لأسفل قاعدة اليد اليمنى، يبقى ده قطب شمالي وده قطب جنوبي، فالشمالي ده هيقابله شمالي من هنا فيحدث تنافر، والجنوبي ده هيقابله جنوبي من هنا فيحدث تنافر. يبقى اللي هيحصل ان المغناطيس 1 هيبعد والمغناطيس 2 كمان هيبعد بسبب التنافر، يبتعد عن الملف والتاني برضه هيبتعد عن الملف، يبقى الاختيار الصحيح هيكون ده.
السؤال رقم 9 اللي هيغلط فيه هيبقى عدم تركيزه او ما خدش باله من نقطة معينة، استعجل في الحل. يبقى السؤال ده برضو سؤال مش كل الطلبة هتقدر تجاوبه رغم بساطته، رغم انه سؤال سهل، بس السؤال عايز تركيز. السلك ام ده سلك يمر به تيار كهربي موضوع عمودي على مستوى الصفحة ومحاط بمواصلات مختلفة، الموصل بي والموصل ايه، يمر به تيار كهربي في اي الاشكال التالية لن يتأثر السلك بقوة مغناطيسية. طبعا مش ده الشكل الوحيد اللي فيه السلك، في اهو السلك ام وادي موصلين، وبرده الاختيار ج ادي السلك ام وادي موصلين وادي السلك ام وادي موصلين. بس بيقول لك الشكل الف ولا ب ولا ج ولا د، لن يتأثر السلك ام بقوة مغناطيسية بسبب المجال الناشئ على المواصلات المحيطة بالسلك. لو كان السلك موجود في نقطة تعادل، لو كان السلك مش واصل له مجال، او لو كان السلك ده بيتأثر بمجال المجال يوازي السلك، يبقى في الحالة دي القوة تنعدم. يعني لان القوة الاف اللي بيتأثر بيها السلك عبارة عن بي اي ال، مش يكون كل تركيزك ان البي تكون بصفر لان القانون ما خلصش، بي اي ال ساين سيتا، فممكن تكون البي بصفر، ده وارد، وممكن كمان يكون الزاوية بصفر. يعني ايه الزاوية بصفر؟ يعني السلك موازي للمجال. طب تعالى نشوف في الشكل ألف، هل ده نقطة تعادل؟ مش ملاحظ ان السلك ام في منتصف المسافة بين سلكين، اتجاه التيار فيهم في اتجاه واحد، ده للخارج وده للخارج. ايوه بس قيم التيارات مش متساوية، انت عارف لو كان ده اي وده اي زيه كان دي تبقى نقطة تعادل وساعتها مش هيتأثر بقوة، بس التيارات مختلفة. إذن في مجال هنا، في مجال، في قيمة للمجال. طيب وكمان هنقدر نقول إن الشكل ألف دون هيتأثر السلك إما هيتأثر بقوة. طيب نروح للشكل ج، خلي الشكل ب دلوقتي، نروح للشكل ج هنلاقي إن لازم السلك يكون في نقطة تعادل. تعالوا نشوف كده موجود في نقطة تعادل ولا لأ. اتجاه التيار في السلكين في اتجاه واحد وهو موجود في منطقة طرح بس، والتيارات متساوية بس مش في منتصف المسافة، المسافة دي دي والمسافة دي 2 دي. إذن لا، في محصلة هنا هنطرح المجالات صحيح بس هيكون لها قيمة وبالتالي البي موجودة، والزاوية هنا مش بصفر ولا هنا كمان الزاوية بصفر، الزاوية هنا المجال هيبقى عمودي على السلك. تمام. طيب هنا هنقول إن السلك موجود بين سلكين اتجاه التيار في اتجاهين مختلفين، ده عمودي على الصفحة الخارج وده عمودي على الصفحة للداخل، وبالتالي هو موجود في منطقة جمع مش منطقة طرح، إذا استحالة تكون نقطة تعادل هيبقى فيه قيمة للبي. أما هنا هنقول إن صحيح النقطة دي ما هياش نقطة تعادل وفي قيمة للبي، بس مجال الملف ده فين؟ المجال الملف الدائري خط بيمر بالمركز، ومجال الملف الدائري خط بيمر بالمركز، فالمجال المحصل هيمر بالمركز والسلك موجود عند المركز، يبقى السلك بيوازي المجال، يبقى الزاوية هنا انعدمت وبالتالي القوة تنعدم، فيبقى الاختيار الصحيح هيكون به. وممكن اتوقع ان في طلبة اختارت دال بس ما خدتش بالها، بقى قالت ايه في منتصف المسافة وقيم التيارات متساوية، بس ما خدوش بالهم ان اتجاه التيار في السلكين في اتجاهين مختلفين وبالتالي دي منطقة جمع مش منطقة طرح، يبقى المسألة دي محتاجة تركيز والتركيز بيجي بالحل كتير. السؤال رقم 10، الشكل مقابل ملف لولبي عاد لفته ان طوله ال، يمر به تيار اي وسلك مستقيم يمر به تيار اي وموضوع في مستوى بحيث يكون عمودي على محور الملف اللولبي، فعايز محصلة كثافة الفيض عند النقطتين. فين مصادر المجالات؟ يعني مين ممكن يقدم مجال؟ الملف اللولبي بيقدم مجال والسلك كمان بيقدم مجال مادام بيمر فيهم تيارات كهربية. طيب فين مجال الملف اللولبي؟ خط بيمر بالمحور، خط بيمر بالمحور. طيب فين مجال السلك؟ مجال السلك الإبهام مع التيار صبعة لف مع المجال، هنا المجال عمودي على الصفحة للداخل، عمودي على الصفحة، يبقى مجال الملف اللولبي على الصفحة، أهو ده مجال الملف اللولبي.
ومجال السلك عمودي على الصفحة. إذن عمودي على المجالات متعامدة، المجالات متعامدة. فيبقى البي توتال عبارة عن الجذر التربيعي لبي سلك تربيع زائد بي ملف تربيع. بي سلك تربيع زائد بي لولبي تربيع، يبقى الاختيار الصحيح هيكون جيم. سؤال رقم 11 يوضح الشكل المقابل ملف لولبي يمر به تيار كهربي فينتج له فيض مغناطيسي كثافته 6 بي. يبقى هنكتب كده بي لولبي للملف اللولبي قيمته 6 بي. يبقى احنا كده مش هنجيب البي لولبي بنفسنا ونقول ميو ان اي على ال ال، لا ده هو ادهالنا. طيب ماشي، عند النقطه زد في منتصف محور الملف وعند وضع سلك يمر به تيار كهربي داخل الصفحه كما بالشكل، فتولد له فقط كثافه فيض عند النقطه زد، جاب لي كمان مجال السلك 8 بي. يبقى هنقول بي سلك 8 بي. تمام. طيب فاذا زادت المسافه دي للضعف فان محصله كثافه الفيض عند النقطه زد تصبح قد ايه من محصله كثافه الفيض عند النقطه زد قبل زياده المسافه؟ يبقى الفكره كلها ان انا هجيب بي توتال في الاول وبي توتال في الحاله الثانيه. ايه هي الحاله الثانيه؟ ان ازود المسافه اللي بيبعد بيها السلك عن النقطه زد مسافه ازودها للضعف، فهجيب البي توتال في الحاله دي وابدا ان انا اعمل لهم نسب عشان اقدر اعرف بي 2 بدلاله بي 1. طيب هي البي توتال في الحاله الاولى هتبقى ايه؟ مجال الملف اللولبي خط بيمر بالمحور، ده كده مجال الملف اللولبي. طب والسلك؟ لما يكون السلك عمودي على الصفحه يبقى مجاله دايره كامله، خلي الدايره تمس النقطه زد، الابهام مع التيار، التيار ده عمودي على الصفحه الداخل، صبعه تلف مع المجال مماس هيبقى لفوق. تخيل بقى كده، ادي مجال الملف اللولبي وادي مجال السلك لفوق، مجالات متعامده. يبقى البي توتال في الحاله الاولى هتبقى الجذر التربيعي ل 6 بي الكل تربيع زائد 8 بي الكل تربيع، يعني بي لولبي تربيع زائد بي سلك تربيع. هيبقى البي توتال في الحالة الأولى عبارة عن 10 بي. طيب في الحالة الثانية، في الحالة الثانية ما زالت المجالات متعامدة لأن الأماكن مش هتتغير، ولكن قيمة مجال السلك هيختلف. لأن مجال السلك لو تفتكر مجال السلك بي سلك عبارة عن ميو اي على 2 باي دي، فلما المسافة تزيد للضعف البي تقل للنص، بي سلك تقل للنص، مش تبقى 8 تبقى نصها بقى تبقى 4 بي. ففي الحالة التانية هنقول الجذر التربيعي لبي ملف لولبي تربيع اللي هي 6 بي ما اتغيرتش، ولكن مجال السلك هيقل للنص لأن مسافته عن النقطة زاد للضعف، فيبقى 4 بي الكل تربيع، هيبقى الناتج عبارة عن 7.2 بي. دي بي في الحالة التانية. طب تعالى نقسم بقى بي توتال في الحالة الأولى للبي توتال في الحالة التانية، 10 بي على 7.2 بي، دي هتطير مع دي. بي توتال في الحالة التانية هتبقى 7.2 بي في الحالة الأولى على 10، يعني هتبقى 72% من الحالة الأولى، 72% من الحالة الأولى من محصلة كثافة الفيض عند النقطة قبل زيادة المسافة، يعني الاختيار الصحيح هيكون ب. سؤال ده رقم 13، من الشكل المقابل عند أي نقطة يوضع سلك يمر به تيار كهربي في نفس مستوى الصفحة وموازي للسلكين إكس وواي بحيث لا يتأثر بقوة مغناطيسية؟ زي ما اتفقنا إن القوة المغناطيسية عبارة عن بي أي إل ساين سيتا. عشان تنعدم القوة يبقى ممكن ينعدم التيار، ينعدم المجال، تنعدم الزاوية. طيب خلينا تنعدم المجال، يعني نحاول ندور على نقطة ينعدم فيها المجال اللي احنا بنسميها نقطة التعادل نضع فيها السلك. طيب لازم يكون في منطقة التعادل دي تكون منطقة طرح، فاتجاه التيار في السلكين في اتجاهين مختلفين، فدي منطقة جمع بينهم وبراهم طرح، يبقى استحالة تكون M أو L. طيب ممكن تبقى K أو N، بس هي نقطة التعادل في منطقة الطرح أقرب إلى التيار الأقل،
مين الأقرب للتيار الأقل؟ التيار الأقل 1 أمبير، ده 4، لا هنا التيار الأقل يبقى النقطة كي، يبقى الاختيار الصحيح هيكون ألف النقطة كي، وهيتحقق عندها قانون التعادل اللي هو التيار على مسافته يساوي التيار على مسافته. يعني التيار هنا 1 على مسافته، لو اعتبرت دي 1 على دي، هيساوي التيار اللي هنا اللي هو 4 على مسافته اللي هي ادي دي 2 3 4 4 دي، يعني هيطلع بيساوي بعض، وبالتالي فعلا هينعدم المجال عندها وبالتالي تنعدم القوة. سؤال 13، جالفانومتر مقاومة ملفه ار جي وصلة بمجزء تيار، المجزء ده رمزه ار اس عبارة عن نص ار جي، ثم اعيد توصيل الجالفانومتر بمجزء تاني، مجزء يبقى ده هسميه ار اس 1، وفي مجزء تاني ار اس 2 عبارة عن ربع الار جي، فعايز النسبة بين حساسية الاميتر في الحالة الاولى لحساسية الاميتر في الحالة التانية. طب تعالى نتعامل مع الحالة الاولى، دي الحالة الاولى ودي الحالة التانية. هنقول الحساسية اللي هي عبارة عن اي جي على اي، دي كده حساسية الاميتر، عبارة عن ايه قانونها؟ ار اس على ار اس زائد ار جي. طب تعالى نعوض، الحساسية اللي هي الاي جي على اي، دي كده الحساسية عبارة عن هشيل ار اس واكتب نص ار جي، واشيل الار اس دي واكتب نص ار جي زائد ار جي، تمام؟ يبقى عندك البسط نص ار جي، وعندك المقام نص وواحد، 3 على 2، 3 على 2 ار جي، دي تطير مع دي، اقسم لي نص على 3 على 2 هيطلع معاك الناتج تلت، يبقى ادي البسط تلت اهو. طيب تعالى نجيب الحساسية في الحالة التانية، هنقول اي جي على الاي بتساوي ار اس اللي هي ربع ار جي على الار اس اللي هي ربع ار جي زائد الار جي، تمام؟ ادي الحساسية في الحالة التانية، الاي جي على الاي بتساوي ربع ار جي على ربع، وهنا 1، يبقى عندك 5 على 4 ار جي، دي هتطير مع دي، اقسم لي ربع على 5 على 4 هيبقى الناتج عندك 5، الحساسية هنا 5، تعال بقى نقسم تلت على 5، بدل ما نقول على هنقول فيه، ودي 5 على 1، يعني احنا ايه هنقلب البسط مقام مقام بسط، يكون الناتج 5 على 3، 5 على 3 هيبقى الاختيار الصحيح هيكون د. سؤال 14، لديك جلفانومترين مر شدة مر تيار شدته اي في كل منهما، فانحرف الجلفانو الاول بزاوية 30 درجة، يبقى عندك التيار قيمته اي والسيتا قيمتها 30، ده فين؟ في الاول. الجلفانومتر الثاني بزاوية اكبر من الاول ب10 درجات، يعني السيتا اكبر من الاولى دي ب10 درجات، يعني 40، ما هي 40 اكبر من 30 ب10، ماشي، وبرضو مر تيار قيمته اي. طيب عند زيادة شدة التيار لاتنين اي، فايه العبارات الاتية تكون صحيح بعد زيادة التيار لاتنين اي في كل منهما؟ وبيتكلم عن زاوية الانحراف، وبيتكلم عن حساسية الجهاز الاول وحساسية الجهاز التاني. طيب احنا هنجيب الحساسية في الجهاز الاول، هنقول عبارة عن سيتا على اي، يعني 30 على الاي، وده كده الحساسية للجهاز الاول، والحساسية للجهاز التاني هتبقى برضو سيتا على اي، بس سيتا التانية عبارة عن 40 على اي. طيب لما التيار يزيد للضعف، الزاوية هتزيد للضعف، والحساسية هتدنها قيمة ثابتة، فلما التيار هيزيد للضعف السيتا هنا في الحالة التانية هتبقى 60، وهنا التيار لما هيزيد للضعف السيتا في الحالة التانية هتبقى 80. طيب زاوية انحراف الجهاز الأول تساوي 20؟ لا. طيب حساسية الجهاز الأول تساوي 60 على اي؟ لا، هدناها زي ما هي، هدناها 30 على اي، لأنك لما هتيجي تقسم لو أنت عايزها 60 هتعوض على الاي ب2 اي، ف60 على 2 تبقى 30 على اي. طيب ماشي، حساسية الجهاز الثاني هتساوي 40 على اي؟ أيوه، الحساسية ما بتتغيرش، هدناها 40 على اي، حتى لما الزاوية الثانية تبقى 80 هتعوض عن التيار ب2 اي، يبقى 80 على 2 هتبقى برضو 40 على اي، هي هي، يبقى الحساسية الجهاز الثاني هتبقى 40 على اي، دي إجابة صحيحة. طب زاوية انحراف الجهاز الأول تبقى 40؟ لا، زاوية الانحراف الجهاز الأول زي ما احنا قلنا في الأول 30، ولو زاد التيار للضعف السيتا هتزيد للضعف تبقى 60، يبقى الاختيار الصحيح هو جيم.
سؤال رقم 15، الشكل يوضح تركيب جهاز الأوميتر، فإذا علمت أن مقاومة خارجية قدرها، طبعا المقاومة الخارجية بتتوصل بالأوميتر بيسموها ار اكس، عبارة عن 10 كيلو يعني 10000 اوم، تمام، تؤدي إلى انحراف مؤشر الجهاز إلى ثلث قيمته العظمى، يعني الاي هتبقى عبارة عن ثلث الاي جي. احسب المقاومة المأخوذة من الريستات والقوة الدافعة الكهربية العمود. ده سؤال مقالي. طيب عشان اجيب المقاومه المأخوذه من الريستات لازم اعرف مقاومه الاوميتر من الداخل، وعشان اعرف اجيب مقاومه الاوميتر هستخدم النسب اللي هي بتقول لي الاي جي على الاي بتساوي الار اوميتر زائد الار اكس على الار اوميتر. الاي جي على الاي مترجعش فاضي، 1/3 × 1 بيساوي الار اوميتر بالنسبه لنا مجهوله زائد الار اكس اللي هي 10000 على الار اوميتر. تعالى نضرب طرفين فاصلتين، 1 في القيمة دي هي نفسها، يبقى ار اوميتر زائد 10000 هيساوي 3 في ار اوميتر ب3 ار اوميتر، وادي دي الناحية دي 3 ار اوميتر شيل منها واحدة يبقى 2 ار اوميتر هتساوي 10000، يبقى الار اوميتر عبارة عن 10000 على 2 فيها 5000 اوم، كده 5000 اوم دي الار اوميتر. طيب عشان نجيب مقاومه الريستات لازم تبقى فاهم ان الار اوميتر عباره عن الار جي زائد الار سي زائد الار في اللي هي المقاومه الماخوذه من الريستات. الار اوميتر ب 5000 ماشي، والار جي، الار جي قدامك اهي ب 250، 250 زائد الار سي اللي هي ب 3000 زائد الار في. يبقى انت لو عايز تعرف الار في المقاومه الماخوذه من الريستات هتقول 5000 هتشيل منها ادي 3250، 3250 هتطلع معاك الار في ب 1750 اوم، 1750 اوم. طيب عايزين القوه الدافعه الكهربيه العمود، هنقول ان انت عندك المعادله الاولى اللي هي الاي جي عباره عن الفي باتري على الار اوميتر، يعني تقدر تقول ان الفي باتري عباره عن الاي جي اللي هي قدامك اهي الاي ماكس، هي الاي جي 900 مايكرو امبير، هتقول 900 وعشان هي بالمايكرو فبتضرب في 10 سالب 6، في مين بقى؟ في الار اوميتر اللي احنا عرفناها في الاول انها ب 5000، الار اوميتر اللي احنا حسبناها في الاول ب 5000 هيطلع معاك ب 4.5 فولت، هتبقى دي الاجابه. يبقى الار في ب 1750 والفي باتري ب 4.5 فولت. سؤال رقم 16، ملف دائري عدد لفاته، يبقى معاك عدد اللفات ب 60، مساحة الوجه الـ A ب 36 بس سنتيمتر مربع، عشان كده هنحولها لمتر مربع فنضرب في 10 أس سالب 4. يختار القفاز عمودي على مستوى الملف كثافته، يبقى الـ B هتساوي 10 أس سالب 6. إذا دار الملف نص دورة في زمن، معاك الزمن 400 ملي ثانية، فبنضرب في 10 أس سالب 3 عشان نحول لثانية، فإن القوة الدافعة المستحثة المتوسطة المتولدة في الملف. الـ EMF المستحثة المتولدة في الملف بحسبها من قانون فاراداي، أما الـ EMF المتولدة في السلك بحسبها من قانون BLV ساين ثيتا، لكن ده ملف يبقى قانون فاراداي. عندك ملحوظة في قانون فاراداي، إذا قلب الملف من الوضع العمودي بنقول الـ EMF عبارة عن 2NAB على دلتا T، دي كده محفوظة إن الـ EMF اللي هي اللي قانون فاراداي بنيجي نحققه على ملف اتقلب نص دورة أو قلب الملف أو دار نص دورة بنقول 2NAB على الدلتا دي. جه منين القانون؟ ما هو الملف ده كده الدلتا حدثت عنده في الزاوية، فبنقول إن EMF عبارة عن سالب N في الدلتا فاي على الدلتا دي، ده قانون فاراداي، أدي سالب وأدي الـ N، هفك الدلتا فاي لـ AB والدلتا حدثت في الزاوية، يبقى ساين سيتا 2 ناقص ساين سيتا 1 على الدلتا تي. المفروض ان الملف كان عمودي، ما هو قلب من الوضع العمودي، فالملف كان عمودي يختار قفاز عمودي ده في الاول، فالزاوية 1 دي كانت 90، ولما هيتقلب نص دورة هيروح عند 270، عند 270 ساين 270 بسالب 1، وادي السالب في القانون، ساين 90 بواحد، سالب 1 سالب 1 يبقى سالب 2، سالب في سالب يبقى موجب، يبقى الناتج 2NAB على الدلتا تي، وبالتالي هنعوض هنا ادي الاتنين، وعدد اللفات ب 60 والمساحة ب 36 في 10 أس سالب 4 والبي ب 10 أس سالب 6 على الزمن اللي هو 400 في 10 أس سالب 3،
هيطلع معاكي الناتج 1.8 في 10^6، يعني 1.8 مايكرو فولت. مايكرو فولت يعني الاختيار الصحيح هيكون جيم. سؤالنا رقم 17 يوضح الشكل العلاقة بين القوى الدفع المستحثة في حلقة معدنية تدخل فيض منتظم كثافته البي ب2/10 تسلا بسرعة منتظمة حتى يخرج من تأثير هذا الفيض والزمن، فعايز مساحة الحلقة المعدنية. المعلومات المتاحة عندي على الرسم متاح قيمة الإم إف، الإم إف المستحثة يعني ده فصل ثالث. الإم إف قيمتها كام سواء هنا أو هنا؟ 2.5، 2.5 تمام. والبي ب2/10 تسلا، والزمن زمن الدخول بيساوي زمن الخروج من 40 لـ60 20، وهنا برضو 20، يبقى عندك 20 بس ملي ثانية، فنقول 20 × 10^3. طيب ده ملف حلقة مكونة من لفة واحدة، ممكن يقصد الحلقة دي احنا ساعات بنقول على الإطار حلقة مكونة من لفة واحدة. طيب احنا هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن قانون فاراداي. الـ EMF بيساوي سالب N في سالب N في الـ A في دلتا بي على الدلتا تي. هنقول ان هو داخل من المجال، ما كانش في مجال في الحلقة، فالمجال كان بصفر وبعدين اصبح باتنين من عشرة، فالتغير في المجال 2/10. في هنيجي بقى نقول ايه بقى اللي عايزين نجيب قيمة المساحة. هنقول المساحة بتساوي الطرف المتصل الـ EMF في الزمن على الـ N في الدلتا بي. طيب الـ EMF بكام؟ الـ EMF ب2.5 والزمن 20 منه بالملي، فهنضرب في 10^3 على ان هي حلقه بلفه واحده. الدلتا بي، الدلتا بي عندك ب2/10، هتطلع عندك المساحه بربع، وعشان احنا كده استخدمنا الوحدات الدوليه فيطلع ربع متر مربع. الربع موجود في الاختيار ده والاختيار ده، بس هنا بسنتيمتر مربع هنا بالمتر مربع، يبقى الاختيار الصحيح د. يبقى خلي بالك وتركز وانت بتختار، يبقى الاختيار هيكون د. هنروح للسؤال 18 وهنستغرب شوية ان ده تالت سؤال على قانون فاراداي. يعني هنا في السؤال رقم 16 كان عايز القوة الدفع المستحثة المتوسطة المتولدة في الملف استخدمنا فيها قانون فاراداي، وهنا استخدمنا قانون فاراداي، وهنا هنرجع تاني لتجربة فاراداي. طيب تعال نشوف السؤال بيقول ايه. بيقولك توضح الاشكال 4 ملفات متماثلة تماما. الملف ده زي ده زي ده زي ده في الاشكال دي كلها. ما هو الترتيب الصحيح لمقدار القوة الدفع المستحثة المتوسطة في كل ملف، علما بأن المغناطيسات متماثلة وتبعد نفس المسافة عن الملف؟ هنروح للشكل اللي هو الأولاني، شكل واحد. هنبص على الشكل واحد هنلاقي أدي الملف، الملف ده بيقرب من المغناطيس ده، وبالتالي المغناطيس ليه خطوط مجال، فالخطوط المجال دي واصلة داخل الملف، وعشان الملف بيقرب فكده الخطوط بتتغير، بتتغير جواه، فهيقطع مجال متغير، فاذا هينشا فيه ام اف بسبب المغناطيس ده، وفي نفس الوقت يعتبر الملف بيبعد عن دون وهيقطع مجاله المتناقص، فهينشا برضو في الملف ام اف كمان، بس الام اف الثانيه ناتجه من المغناطيس الثاني. الام اف بقى الناتجه من الاولاني والثاني هيتجمعوا ولا هيطرحوا على حسب الاتجاه؟ طب وهنعرف ازاي؟ تعال نشوف. اول حاجه ان الملف ده بيقرب، يعني في عمليه تقريب، فاتبع قاعده لينز الملف هيقول له ابعد، فيقول له ابعد ازاي؟ يكون هنا قطب مشابه للقطب القريب منه عشان يتنافر معاه ويبعده، بدل ما يقرب يتم عمليه ابعاد. طيب لو هنا ان يبقى هنا اس، وبالتالي هينشا هنا تيار. التيار ده لما يكون ده ان هيبقى التيار ده الاسفل، يبقى العمليه الاولى نتج عنها التيار واتجاهه في الملف الاسفل. طيب ما في نفس الوقت الملف ده بيبعد عن المغناطيس ده، فالملف يقول لا انا مش عايز ابعد انا هقرب، فيقرب ازاي؟ فيكون على القطب القريب قطب مختلف عشان يشد ويجذبه، يبقى هيعمل هنا اس، وادام هيعمل هنا اس يبقى هيعمل هنا ان علشان يتجاذب معاه ويشد ويقربه، بدل ما تتم عمليه الابعاد لا يخليها عمليه تقريب تبع قاعده لينز، وبالتالي التيار اللي هينشأ بسبب المغناطيس ده او قطع خطوط الفيض ده هيكون برضو الاسفل. فكده لو قلنا ان الام اف اللي جايه من المغناطيس الاولاني قيمتها في، فان الام اف اللي جايه من المغناطيس الثاني هتبقى برضو في، والاثنين هيتجمعوا لان تياراتهم في اتجاه واحد فهيبقى 2 في. تمام. طيب نروح للشكل 2.
هنلاقي في ملف وبيقطع خطوط المجال، لان ده مغناطيس له مجال وده مغناطيس له مجال، بس للاسف هذه الخطوط لا تتغير، لان مفيش على ابعاد ولا تقريب ولا حد بيتحرك، لا حتى الملف ولا المغناطيس ده بيتحرك ولا ده بيتحرك، وبالتالي عملية القطع هنا قطع ثابت، قطع لخطوط ثابتة، فبالتالي لن ينشأ عنها تيار مستحث. وما تنساش ان الفكرة هنا تحويل طاقة حركية لطاقة كهربية، مفيش حركة، فبالتالي هنا الام اف هتبقى زيرو. طيب نروح للشكل 3، هنلاقي هنا في حركة، الملف بيتحرك اهو زي دون، بس الفرق ايه؟ هنا الاقطاب زي فوق، هنا مختلف، يعني بص هنا ان واس، هنا اس وان، فتعالوا نشوف الحكاية. ده بيقرب، في عملية تقريب، في عملية تقريب، فالملف تبع قاعدة اللينز يقول لا مش هنقرب عايزين نبعد، فهتبعد ازاي؟ قال لك هتنافر معاه واكون على القطب القريب قطب مشابه عشان اتنافر معاه وابعده، لو هنا ان يبقى هنا اس، وبالتالي التيار هيكون لاسفل، التيار هيكون لاسفل. طيب في نفس الوقت يعتبر الملف ده بيبعد اهو، بيبعد عن المغناطيس ده، فيتبع قاعدة اللينز يقول لا مش هبعد هقرب، فيقرب ازاي؟ يشده ويجذبه فيكون قطب مخالف، هنا ان وهنا اس، ولو ده حصل هيبقى التيار لفوق. يبقى انت معاك تيارين متساويين، لان دول زي بعض، تيارين متساويين في اتجاهين مختلفين، يبقى هيلاشوا بعضهم البعض، يبقى الام اف الناتجه عن المغناطيس الاول في اتجاه، والام اف الناتجه عن المغناطيس الثاني في اتجاه معاكس، اذا هيلاشوا بعضهم البعض، وتبقى الام اف متولده زيرو. يبقى انت عندك كده 2 بتساوي 3، 2 بتساوي 3 الام اف. طيب تعالوا نروح نشوف شكل 4، هنلاقي هنا في ده بيتحرك وده بيتحرك، نمسك واحد واحد، ده بيقرب فالملف يقول له لا ابعد ما تقربش، بيعاكس اللي بيحصل فيقول له ابعد، فيقول له ابعد ازاي؟ يتنافر معاه يعني يكون على القطب القريب قطب مشابه زيه، ده اس، ولو ده اس يبقى اكيد ده ان، وبالتالي تياره هيبقى لاسفل. يبقى هنا لو قلنا ده جاب ام اف قيمتها في، فاتجاه التيار اهو الاسفل. طيب هنا ده بيقرب فالمغناطيس يقول له لا ما تقربش ابعد، طب هتبعدني ازاي؟ هكون على القطب القريب قطب مشابه عشان اتنافر معاك وابعدك واحول عمليه التقريب لعمليه ابعاد، فيكون هنا ان وهنا اس، ولو ده حصل هيبقى التيار لاسفل برضو، وبالتالي لو الام اف اللي جايه من المغناطيس الاول في، هتبقى الثانيه في وفي اتجاه واحد، يبقى في نفس الاتجاه يعني، هيبقى 2 في، يبقى 1 بيساوي 4. يبقى مين اكبر حاجه؟ 1 و4 1، الام اف 1 بيساوي الام اف 4، ودول اكبر من اللي بيساوي 0، اكبر من الام اف 2، والام اف 2 0 بتساوي الام اف 3، يبقى الاختيار ده صح، الاختيار ب هو الاختيار الصحيح. سؤال 19، كما طالب بعمل عده اجراءات للحصول على تيار كهربي مستحث في الملف الموضح كما في الشكل، فايه الاجراءات اللي تكون صحيح؟ مش ملاحظين ان دي برضه سؤال على قانون فاراداي؟ طيب تعال كده نجرب كل اختيار، الاختيار الاولاني القطب ايه؟ قطب جنوبي، تعال نجرب يبقى ايه قطب جنوبي، وحركه المغناطيس انه بيقترب من الملف، المغناطيس ده بيقرب، تعال نشوف الكلام ده صحيح ولا لا، لو كان صحيح هختار الف واحد، ولو كان خطا يبقى مش هختارها. طيب لو المغناطيس ده بيقرب من الملف، الملف هيقول له ابعد، فيقول له ابعد ازاي؟ يكون على القطب القريب قطب مشابه عشان يتنافر معاه ويبعده، يبقى هنا اس وهنا ان، ولو ده حصل هيبقى ساعتها التيار المفروض يكون لأعلى، وفعلا التيار الأعلى في الملف، يبقى الكلام ده صحيح، لأن التيار اللي أنا جيت أحدده بقاعدة اليد اليمنى لقيته فعلا متحقق على الرسم، اختيار واحد اختيار صح. طيب رقم 2، هل القطب إيه قطب جنوبي والملف بيبتعد؟ لو الملف لو يبتعد عن الملف المغناطيس، المغناطيس لو بيبعد، المغناطيس لو بيبعد الملف هيقول له لا ما تبعدش قرب، فيشده ويجذبه ازاي؟ مش هيكون قطب مشابه، هيكون قطب مخالف عشان يتجاذب معاه ويشده، ولو هنا ان هيبقى هنا اس، وساعتها التيار هيكون لاسفل، وده معاكس للحقيقه، التيار في الملف الاعلى، يبقى ما ينفعش ان احنا يكون الاختيار ده صحيح، لانه مش هيحقق حته ان التيار يكون لاعلى، يبقى الاختيار 2 خطا. طيب هل شمالي، هل القطب ايه؟ قطب شمالي، ده شمالي، واللي بيقترب من الملف بيقرب من الملف، هنشوف لو ده بيقرب الملف المفروض يقول له ابعد، وعشان يقول له ابعد يكون على القطب القريب قطب مشابه، يعني هنا شمالي وهنا جنوبي، ولو ده حصل هيبقى التيار الاسفل مع ان التيار على الملف الاعلى، يبقى ده كمان مش صحيح. طيب شمالي بس بيبعد، طيب ادي شمالي اهو وبيبعد، هنشوف لو بيبعد الملف هيقول له قرب، فيقول له قرب ازاي؟ يكون على القطب القريب قطب مخالف عشان يتجاذب معاه ويقربه، يبقى هنا ان اس
وهنا ان، ولو ده حصل هيبقى التيار لفوق زي ما هو موجود على الملف ان التيار لفوق، يبقى 4 صح، يبقى 1 و4 صح، 1 و4 يبقى الاختيار هيبقى ب. سؤال 30، الشكل المقابل يوضح مواصل اي بي. حر الحركة تأثر بمجال منتظم عمودي على مستواه عندما يتحرك الموصل اي بي جهة اليمين كان بالشكل، فأي العبارات الآتية تكون صحيحة عند لحظة حركة الموصل؟ شايف الموصل، الموصل ده مش رسمه كجزء من دايرة، ده راسم دايرته كاملة. هل الدايرة دي فيها مصدر، فيها بطارية؟ لا. فبالتالي لما هيتحرك السلك في مجال ومعاه مسار مغلق هينشأ تيار، والتيار اللي بيجي من غير بطارية ده تيار مستحث، والتيار المستحث بنحققه عن طريق قاعدة فيلمنج، أو بنعرف اتجاهه عن طريق قاعدة فيلمنج اليمنى. وبالتالي هنستخدم اليد اليمنى، هنقول المجال عمودي على الصفحة دي الداخل واتجاه الحركة جهة اليمين، بالتيار هيكون لفوق من B ل A ويكمل كده من C ل D ومن D ل B، هيمشي التيار في هذا الاتجاه. طيب بيقولك ايه بقى، جهد النقطة C يساوي جهد النقطة دي. اولا هو اتولد في السلك ام اف مستحثه، ام اف قيمتها بي ال في، وده يعني قدر يعمل فرق جهد في الدايره، فبالتالي مفيش نقطه جهدها مساوي لجهد النقطه الثانيه لان هنا في مقاومه، فبالتالي اكيد هيبذل جهد للتغلب على هذه المقاومه، فيكون جهد ده غير ده، يبقى حته يساوي دي لا. طيب جهد النقطه ايه يساوي جهد النقطه بي، جهد النقطة A بيساوي جهد النقطة B، احنا اتفقنا ان في فرق جهد وفي تيار بيمشي، والتيار لازم عشان يمشي لازم يكون في فرق في الجهد، يبقى حتة يساوي دي مرفوضة. طيب جهد النقطة C، جهد النقطة C اقل من جهد النقطة دي، هو ال C و D يعتبروا بين طرفي المقاومة، المقاومة دي خارج المصدر، ما انا بعتبر السلك ده مصدر، خارج المصدر بينتقل التيار من الجهد الاعلى للجهد الاقل، فالمفروض سي اعلى في الجهد من دي لان ده خارج المصدر، يبقى جهد النقطه سي هيبقى اكبر اعلى من جهد النقطه دي، وبالتالي الاختيار الاخير هو الاختيار الصحيح، اختيار د هو الاختيار الصحيح. سؤال رقم 21، الشكل الموضح يمثل او يتأثر بمجال والسلك زد واي قابل للحركة يمر به تيار في الجلفانو من النقطة 1 للنقطة 2، اي الاختيارات التالية صحيحة؟ بيقولك في تيار بيمر من 1 ل 2 والتيار بيمشي في مسار مغلق، فانا هكمل مسار التيار، ادام ماشي في الجلفانو من 1 ل 2 يبقى التيار مكمل معانا كده، يبقى ده التيار اللي هو وصفه في المسألة، وبناء على اتجاه التيار انا هقدر اختار الاختيار الصحيح. بس ملاحظ حاجة، ان التيار اللي جاي في المسار ده هو تيار بلا بطارية، يعني مفيش عندي في المسار المغلق بطاريات، فده تيار مستحث، والتيار المستحث جه منين؟ السلك ده وهو بيتحرك قطع مجال، المجال ده نشأ في السلك تيار. طيب اختار انهي حاجة، هل كان السلك بيتحرك ناحية اليسار ولا ناحية اليمين لما كان المجال عمودي على الصفحة الخارج، وهنا برضو عمودي على الصفحة الخارج. طيب تعالوا كده نشوف، لو كان المجال عمودي على الصفحة الخارج، يعني لو كان السلك ده في مجال في نقط، ادام ده تيار مستحث وجه من غير بطارية، فانا هستخدم قاعدة فيلمنج اليد اليمنى. عشان احقق قاعدة فيلمنج اليد اليمنى ولازم تظهر قدامكم، هحاول ان انا يعني على قد ما اقدر اظهرها، ادي المجال عمودي على الصفحة الخارج والتيار لاسفل، فالمفروض السلك يتحرك جهة اليمين، جهة اليمين يبقى الاختيار الصحيح ناحية اليمين، لما يكون المجال عمودي على الصفحة الخارج يبقى الاختيار الصحيح هيكون الاختيار ب، يبقى الاختيار ب هو الاختيار الصح. سؤال 22، يوضح الشكل البياني العلاقة بين تغير معامل الحس الذاتي مع تغير مساحة المقطع، وذلك الملفين لولبيين X و Y ليهم نفس معامل النفاذية، فإذا علمت أن طول الملف X يساوي 15 مرة من طول الملف Y، طول الملف X بيساوي 15 مرة من طول الملف Y، فإن النسبة بين عدد لفات الملف Y لعدد لفات الملف X، خلي بالك هو عايز Y على X، اوعى تتلخبط وتعمل أنت بالترتيب، لا هو عايز Y على X. طيب انت بتتكلم عن الرسم البياني، تعال نشوف ال 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 بيساوي ايه، معامل الحس الذاتي منال ميو ان تربيع ايه على ال ال، يا ترى الميل هنا مين؟ اشطب على الصادات اللي هي ال ال، واشطب على السينات اللي هي ال ايه، ما تبقى هو الميل، يبقى عندك الميل عبارة عن ميو ان تربيع على ال ال. طيب احنا دلوقتي عايزين نخلي ال n في طرف، لان عشان اعمل لها نسبه لازم اكون عارف قانون لعدد لفات، ال n تربيع بتساوي الميل في ال
على الميو. طيب ماشي، هنا بيقولك ايه بقى؟ ليهم نفس معامل النفاذيه، ليهم نفس معامل النفاذيه. يبقى الان تربيع، خلي بالك من حته التربيع، بتتناسب طردي مع الميل وبتتناسب برضو طردي مع الطول. فاقدر اقول لك ان واي تربيع، خلي بالك لسه هاخد الجذر، هنجيب عدد ان واي تربيع على ان اكس تربيع هتساوي ميل، الميل طردي، يبقى قدام ان واي اكتب ميل واي، وقدام ان اكس اكتب ميل اكس، والال طردي قدام واي اكتب ال واي، وقدام اكس اكتب الاكس. طيب تمام، ميل واي، تعال نجيب ميل واي، هنقول 3 من 10 على 2 من 100، 3 من 10 على 2 من 100. طيب في المقام عايزين نكتب هنا ميل اكس، ميل اكس هتبقى نص على 2 من 100، نص على 2 من 100، مقام المقام بسط. خلصنا من ميل واي على ميل اكس، ناقص ال واي على ال اكس، ال واي على ال اكس مترجعش فاضي، 1 على 15، 1 على 15، دي هتطير مع دي، والعلامة مع العلامة، هيبقى فوق 3 وتحت 5 في 15. طيب احنا عايزين ناخد الجذر، عايزين ناخد الجذر، يبقى ان واي على ان اكس هيبقى الناتج 1 لـ5، يبقى الإجابة الصحيحة هتكون الاختيار ج. سؤال 23، يعبر الشكل بيان عن تغير الفيض الذي يخترق ملف دينامو أثناء دورانه بالنسبة للزمن، أي الاختيارات الآتية صحيح؟ بيسألك عن القوة الدفع اللحظية المتولدة في الملف، والرسمة مش للإم إف، الرسمة الفاي إم، يعني هو راسم الفيض وبيسألك على الإم إف اللحظية. طيب إزاي؟ ما هو اللحظة اللي فيها الإم إف أو اللحظة اللي فيها الفاي إم قيمة عظمى تبقى الإم إف العكس بصفر، واللحظة اللي يكون فيها الفيض بصفر تبقى الإم إف قيمة عظمى. يعني أنا هعرف إزاي؟ تعال نروح للنقطة بي ودي، آدي النقطة بي وآدي النقطة دي، ممكن تعرفني على الرسم ده قيمة الفاي إم بكام هنا؟ بصفر، وقيمة الفاي إم هنا بكام؟ بصفر. طيب يبقى المفروض ان الام اف هنا وهنا ماكس قيمه عظمى، هو ايه ده كده؟ لا قال صفر، يبقى ده خطا. طيب عند الدي والسي، ادي الدي وادي السي، عند السي الفاي ام عظمى فتبقى الام اف بصفر، وهنا بصفر تبقى ماكس. هل هو كاتب لك كده؟ طبعا لا. طيب عند الاي والسي، ادي الاي وادي السي، عند الـ A بص فوق كده الفاي ام، الفاي ام مسجله النقطه فوق اهي قيمه عظمى. طيب وعند الـ C بص كده الفاي ام ايه؟ قيمه عظمى، يبقى قيمه عظمى وقيمه عظمى، يبقى المفروض الـ M F تبقى العكس الصفر، وده اللي متحقق فعلا، يبقى الاختيار ج هو الاختيار الصح. سؤال 24، يوضح الشكل العلاقه بين قوه الدفع المستحثه في مولد التيار المتردد مقاومه ملفه 500 اوم. يبقى انت عندك المقاومه الار ب 500 اوم ماشي، مع الزمن اي من الدوائر التاليه تصلح لاستبدال عمود كهربي بالمولد ليعطي نفس شده التيار قبل الاستبدال، انهي التيار مقصود قبل الاستبدال؟ يعني قبل ما ابدل الدينامو ببطاريه، فالتيار اللي هو بتكلم عنه طبعا بتكلم عن التيار الفعال، فانا لازم الاول اجيب التيار الفعال عشان اختار التيار المستمر اللي بيساوي قيمه الفعاله، التيار المستمر اللي بيساوي القيمه الفعاله. طيب بجيب الاي افكت ازاي؟ بجيب الاي افكت بقسم الفي افكت على الار. طيب ودي افكت؟ لا، هو عشان فيها جذر 2 يعني هتتلخبط، دي الماكس دي عند الطب اهو، يبقى دي الماكس، حولها الافكت، حول الماكس الافكت ازاي؟ اقسم على جذر 2، يبقى 50 جذر 2 على جذر 2 تبقى 50 بس، والمقاومه 500، دي راحت مع دي، 5 على 50 ب1 من 10، 1 من 10 امبير. هدور على الدايره اللي محققها لي 1 من 10، اقسم هنا الفي على ار، 50 على 10، ادي 5 معلش، 5 على 10 بنص، نص، لا احنا عايزين 1 من 10. طب تعالى نقسم التيار ده كده، 10 على 100 ب1 من 10، اه هو ده بقى، يبقى الاختيار الصح هيبقى الاختيار ب، الاختيار ب هو الاختيار الصحيح. سؤال 25، محاول كهربي خافض الجهد كفاءته، يبقى الكفاءة الإيتا عبارة عن 90 على 100، استخدام تشغيل جرس مكتوب عليه اللي بالأمبير ده تيار
وادام ده جرس ده جهاز، والجهاز بتوصل بالثانوي، يبقى ده الاي اس نص امبير. وادي اللي بالوات القدره باور اس عباره عن 60 واط. المحاول يعمل على جهد ده كده الفي بي، الفي بي ب 220. المطلوب مطلوب ان اس على الان بي، تمام. طيب احنا دلوقتي عايزين نكتب القانون بتاع الكفاءه بداله الان، الايتا بتساوي في اس ان بي على في بي ان اس. الكفاءه دي هعوض عنها ب 90 على 100، والفي اس هنجيبها من الباور اس والاي اس. الباور بيساوي الاي في الفي، فعشان اجيب الفي اقسم الباور على الاي، يعني 60 على نص ب 120، يبقى اشيل في اس واكتب 120 في ان بي، والفي بي عندك 220، وتحت هنا في ان اس. تعال نضرب طرفين فاصلتين، ده في ده بيساوي ده في ده، ده اللي هو 90 في ده اللي هو 220 في ان اس، هيساوي ده في ده 100 في 120 في ان بي. المطلوب خلي بالك من النسبه، ان اس على ان بي، ان اس على ان بي، ده على ده ما ترجعش فاضي، هيساوي ده على ده. يبقى ان اس على ان بي بيساوي 100 في 120 على 90 في 220، هيطلع معاك الناتج ب 20 على 33، فيبقى الاختيار الصحيح هيكون د. سؤال رقم 26، اي من الاشكال البيانيه التاليه يمثل اعلى كفاءه المحول الكهربي؟ اعلى كفاءه ان يكون المحول ده كفاءته 100%. طب الكفاءه بتساوي ايه؟ بتساوي باور اس على باور بي. طيب عشان يبقى 100% يبقى لازم البسط قد المقام، يبقى الباور اس يساوي الباور بي، ولو الباور اس يساوي الباور بي هتلاقي الخط ده بيصنع زاويه 45، اهو الخط بيصنع 45، ده معناها ان الباور اس بيساوي الباور بي، ويبقى الكفاءه 100% ودي اعلى كفاءه، فيبقى الاختيار الصحيح هيكون د. السؤال 27، اي الاشكال التاليه يعبر عن التركيب الصحيح للاميتر الحراري؟ اول الاميتر الحراري السلك مصنوع من البلاتين والاريديوم مش من النحاس، من البلاتين والاريديوم مش من النحاس. طيب نروح بقى للاختيار، هنختار الف ولا جيم؟ اولا التدريج ما هوش منتظم، ده تدريج منتظم، اما هنا بيتقارب جهه اليسار ويتباعد جهه اليمين، يبقى الاختيار جيم هو الاختيار الصحيح. سؤال رقم 28، يوضح الشكل المقابل دائره كهربيه بها عده ملفات حاسه متصله معا، فعايز النسبه بين المفاعله الحسيه الكليه عند غلق K1 بينما K2 مفتوح الى المفاعله الحسيه الكليه عند غلق K2 بينما K1 مفتوح. تعال نركز في البسط، غلق K1، K1 اهو هنقفله خلاص تمام، بينما K2 مفتوح، K2 مفتوح يبقى الغي السلك ده، الغي السلك في النص، ساعتها يبقى معاك الملفين دول متوصلين على التوازي ومتساويين، دي 2 اكس ال ودي 2 اكس ال، فناخد واحده على عددهم، 2 اكس ال على 2 فيها اكس ال واحده، يبقى اكس ال نيمادي، يبقى هنا كانه عندك ملف اكس ال. طيب وهنا لما احنا نقفل كي واحد هيبقى الملفين دول على التوازي، هناخد واحده على عددهم، يبقى اكس ال على 2، اكس ال على 2 يعني 1.5، يعني 3 على 2، يبقى الاكس ال توتال هتبقى عباره عن 3 على 2 اللي هي 1.5، تمام. دي في ده البسط. طيب لما نيجي بقى هات المفاعله الحساسيه الكليه عند غلق كي 2، هنقفل كي 2 بينما كي 1 مفتوح، كي 1 مفتوح يبقى اكس ال دي مش موجوده، دي كده مش موجوده. طب ما انت لو قفلت ده هيبقى ده سلك فاضي، والسلك الفاضي هيبقى على التوازي مع الملفين دول، فهيلغي الاكس ال دي، والاكس ال دي هتتلغي، وبالتالي مش هيبقى عندك غير الاكس ال دي بس، يبقى ساعتها الاكس ال توتال عباره عن اكس ال، دي 3 على 2 اكس ال ودي اكس ال بس. تعال نقسمهم على بعض، دي هتطير مع دي، 3 على 2 على الواحد هيبقى الناتج 3 على 2، 3 على 2 دي الاختيار د، يبقى الاختيار الصحيح هيكون د. سؤال رقم 29، في الدائره الكهربيه مكثف وملف حاس وهما المقاومه الاوميه ومقاومتين 1 و2، ادي المقاومه 1 وادي المقاومه 2، للحصول على اكبر قدره كهربيه مستهلكه يجب ان يتم ايه؟ عشان احصل على اكبر قدره، القدره تستهلك في المقاومه والباور بيساوي اي تربيع في ار، فانا هدور على الاختيار اللي هيتيح لي اكبر تيار، اكبر تيار يعني اقل معوقه اقل زد. تعال نشوف الاختيار الاولاني بيقول لك ايه، هنفتح الكي واحد وكي اتنين وكي تلاتة، فنفتح كي واحد هشيل همسح الفرع ده وامسح الفرع ده وامسح الفرع ده، وهتبقى الدايرة كده عبارة عن ملف دي الاكس ال ليه 2 ار، وهنا الاكس سي ار، وهنا ار،
دايرة ار ال سي. ساعتها بنجيب الزد ازاي؟ هنقول الزد عبارة عن الجذر التربيعي لار تربيع مقاومة ار تربيع زائد اكس ال ناقص اكس سي الكل تربيع، فهطرح دول من بعض 2 ار شيل منها ار تبقى ار الكل تربيع، يبقى الزد هتساوي ار جذر 2. طيب يعني دي معناها 1.4 ار، دي الزد. طيب تعال نشوف الحالة التانية، هنفتح كي 2 ونقفل كي 3 وكي 1، نقفل كي 3 وكي 1 ونفتح ديا، يبقى انت عندك هنا ده كده هيبقى سلك فاضي هيلغيها، وبالتالي هنا الملف ده كأنه مش معانا ومعانا المقاومتين دول بس والمكثف، يبقى دي دايرة ار سي. ساعتها الزد هتبقى الجذر التربيعي ل ار تربيع زائد الاكس سي تربيع، ار تربيع هنا بخلص التوتال دي نص، يبقى نص ار الكل تربيع زائد الار تربيع. تمام، هيبقى الناتج عندك هنا عبارة عن 1.1 ار، تبقى الزد هنا 1.1 ار. طيب تعال نشوف الحالة التالتة، هنقفل كي 2 وكي 3، كي 2 وكي 3 ونفتح كي 1. طيب كده المكثف هو اللي هيتلغي لان هيبقى متوصل على التوازي مع سلك فاضي، وهتبقى دايرة ار ال وهتبقى الزد فيها بتساوي الجذر التربيعي لار تربيع، ناخد محصلة الارات اللي هي ار على 2 يعني ار على 2 او نص ار الكل تربيع زائد الاكس ال اللي هي 2 ار الكل تربيع. ساعتها هنا الزد هتبقى عبارة عن 2.6%. طيب نروح للشكل الأخير، إن أنا أقفل كل المفاتيح، فلو قفلت كل المفاتيح الملف ده هيتلغي والمكثف هيتلغي ومش هيبقى عندك هنا غير المقاومة بس، يبقى الزد بيساوي ار على 2 يعني نص ار. مين هنا أقل زد؟ أقل زد نص، وبالتالي الاختيار الأخير هيديني أقل زد يعني هيديني أعلى تيار، وأعلى تيار يعني أعلى استهلاك للطاقة الكهربية أو القدرة استهلاك في القدرة الكهربية، فبالتالي ان هختار غلق 1 و2 و3 يعني الاختيار هيكون د. سؤال رقم 30، في شكل مقابل اذا تم استبدال الملف باخر له نفس الطول ونفس مساحة المقطع ونفس مادة السلك وعدد لفات وضعف عدد لفات الملف الاصلي، فعايز النسبة بين المعوقة في الحالة التانية المعوقة في الحالة الاولى. عايزين نجيب زد 2 على زد 1. طب ايه رأيك ان احنا نقدر نحقق المقام الاول؟ يعني نجيب الزد في الحالة الاولى. في الحالة الاولى واخد بالك ان الاكس ال بتساوي الاكس سي، فالزد في الحالة الاولى هي الار، يبقى اجي عند المقام كده واكتب 20. طيب في الحالة التانية بقى، في الحالة التانية انت ناوي تعمل ايه؟ ناوي تغير في الاكس ال؟ لا هو ما قالش كده، لا ما هو اللي هيعمله هيغير قيمة الاكس ال. ازاي؟ عشان الاكس ال بتتناسب مع ال ال معامل حاسس ذاتي، ومعامل حاسس ذاتي عباره عن منال ميو ان تربيع ايه على ال ال، فلما انت هتزود عدد اللفات للضعف ال ال هتبقى اربع امثال ما كانت عليها، وادام ال ال زادت الاربع امثالها الاكس ال هتزيد الاربع امثالها، يعني مش هتبقى 20 لا اضرب في 4 تبقى 80. طب استنى، ده الاكس ال، الاكس ال هتبقى 80 في الحالة التانية. طيب والاكس سي زي ما هي، زي ما هي 20. طيب والار، الار زي ما هي 20. طيب ساعتها هجيب الزد في الحالة التانية ازاي؟ هقول الجذر التربيعي لار تربيع اللي هي 20 تربيع وزائد، اطرح دول من بعض اكس ال ناقص اكس سي كل تربيع 80، شيل منها 20 تبقى 60 كل تربيع، تطلع كام؟ تطلع 20 جذر 10. يبقى نكتب هنا 20 جذر 10، دي ترمع دي يبقى الناتج جذر 10، فيبقى الاختيار الصح هيكون ألف. سؤال 31، في الدائرة المهتزمة التغير الحادث لتردد التيار المر بالدائرة عند زيادة كل من الحاسس الذاتي لملفها وسعة المكثف للضعف. الدائرة المهتزة بتبقى في حالة رنين، وتردد الرنين بيحسب من العلاقة الإف بتساوي 1 على 2 باي جذر ال سي. الواحد مش هيتغير ولا الاثنين ولا الباي، ال ال هتزيد للضعف والسعة هتزيد للضعف، يعني عندك 1 على جذر 4 يعني 1 على 2، يبقى التردد هيبقى نص، يقل النص، يعني الاختيار الصحيح هيكون ج. سؤال رقم 32، بيقول لك يوضح الشكل العلاقة البيانية بين الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع ومقلوب درجة الحرارة على 3 كلفن، فعايز الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع عند 2000 كلفن.
المطلوب طول موجي والمعطى درجة حرارة، واللي ذكر ان في علاقة بين الطول الموجي ودرجة الحرارة قانون فين، ان بيقولك الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع بيتناسب تناسبا عكسيا مع درجة الحرارة الكلفينية. وعندنا كمان معطى رسم بياني. تعالوا نجيب الميل ونشوف علاقته بالمطلوب. عشان نجيب الميل لازم نكتب القانون بس بشرط العصادات قبل يساوي، واحنا بنقول ان اللمضة بتتناسب عكسيا مع درجة الحرارة الكلفينية، يعني اللمضة تتناسب مع 1/T. يبقى اللمضة عشان تساوي هنحول التناسب ليساوي بس نضرب في مقدار ثابت، يبقى يساوي مقدار ثابت على تي. عشان نقدر نعرف الميل بنشطب على الصادات اللي هي اللمضة وبنشطب على السينات اللي هي 1/T. ما تبقى هو الميل، يبقى الميل هو المقدار الثابت، يبقى الميل عندك عبارة عن مقدار ثابت. هنجيب الميل، هناخد نقطة على النقطة اللي قصادها، أدام بادئ من نقطة الأصل. النقطة دي 10، بس المحاور مضروبة في 10^7، فبنضرب في 10^7 على النقطة اللي قصادها اللي هي تلت، بس مضروبة في 10^3، ده المحور مضروب كده في 10^3. هيطلع معاك الناتج 3/10^3، ده المقدار الثابت. هيفيدني بإيه؟ ما أنا هرجع تاني وأقول إن المقدار الثابت ده، المقدار الثابت اللي بيساوي ايه؟ اضرب طرفين في وسطين، مقدار ثابت في 1 بيساوي لامدا في تي، لامدا في تي. فاللامدا مطلوبه، ودرجه الحراره اللي احنا عايزين نجيب الطول الموجي عندها ب 2000، ب 2000 اهي. والمقدار الثابت مقدار ثابت، يعني ينفع مع اي طول موجي ومع اي درجه حراره، فهناخد القيمه دي اللي هي 3/10^3. كده تقدر تجيب الطول الموجي، طول اللامدا بتساوي البعيد عن قريب، 3/10^3/2000. هيطلع معاك الناتج 1.5/10^6، يعني 1.5 مايكرومتر. طيب 1.5 مايكرو مش موجود بوحدة المايكرو، موجود بالانجستروم وبالنانو. طب نحاول نضرب في 10^10، هيطلع معاك 15000، هيطلع معاك 15000 انجستروم، وده موجود في الاختيار الاول اختيار الف. يبقى الاجابة هنا هتبقى الف. سؤال رقم 33، عند تغير جهد الشبكة في أنبوبة أشعة الكاثود من -4 لـ -12، كده السالب زاد، يبقى احنا كده زودنا سالبية الشبكة مع ثبوت فرق الجهد بين الأنود والكاثود، أي من الاختيارات التالية صحيح؟ طيب الإلكترونات المفروض إنها تعدي توصل للشاشة، ولكن في حاجة بتمنعها إنها توصل للشاشة أو بتتحكم في عددها قبل ما توصل للشاشة، اللي هي مين؟ الشبكة. فالشبكة دي جهدها سالب، وبالتالي سالب والإلكترونات سالب، هيحدث بينهم تنافر. فلما السالب بيزيد للشبكة، التنافر اللي بينها وبين الإلكترونات هيزيد، وأدام تنافرت مع الإلكترونات يبقى عدد الإلكترونات اللي هيعدي هيبقى قليل، فالعدد القليل ده هيوصل للشاشة فيعمل إضاءة أقل، يبقى عدد الإلكترونات المرة خلال الشبكة تقل، وإضاءة الشاشة كمان تقل، يبقى تقل وتقل، يبقى الاختيار الصحيح هيكون الاختيار ج. سؤال رقم 34، عند سقوط فوتونات ضوء بمعدل فاي ال وتردد نيو على كاسود خليه كهروضوئيه، كانت شده التيار الكهروضوئي الناتجه 3 ملي امبير، دي شده التيار. وعند زياده معدل سقوط الفوتونات لنفس الضوء، فاي من الاختيارات التاليه صحيح؟ بيسالك على شده التيار الكهروضوئي وبيسالك على داله الشغل. اولا داله الشغل ملهاش علاقه باللي بيحصل حواليها، ليها علاقه بنوع الماده، يعني اذا كان المعدن ده ما اتغيرش فداله الشغل هديناها كما هي، يبقى دالة الشغل تظل كما هي، يا ألف يا أجيم. طيب بالنسبة لشدة التيار، شدة التيار بتوقف على معدل سقوط الفوتونات، لو معدل سقوط الفوتونات زاد الإلكترونات المتحررة عددها هيزيد، ودي بتعملك التيار، فشدة التيار الكهروضوئي تزيد، فأنت هتزود معدل سقوط الفوتونات، فمعدل أو شدة التيار الكهروضوئي هيزيد عن كام؟ عن 3. أي رقم عن 3 يمشي، بس أهم حاجة انك تختار قصادها ان دائره الشغل تظل كما هي. طيب هنا 3 زي ما هي ما تنفعش، هنا 6، يبقى انا هختار الاختيار رقم ج، ان شده التيار هتزيد في زياده اهي، وان انا احافظ على ان دائره الشغل تظل كما هي، فيبقى الاجابه عندك ج. فوتون طاقته اتش نيو على 3، طاقه الفوتون اللي هي ايه؟ عباره عن اتش نيو على 3، فعايز كميه الحركه وطوله الموجي. العلاقة اللي بين كمية الحركة والطاقة المعطاة، مش الـ E بتساوي M C تربيع، هفرد الـ C كده بدل ما أقول C تربيع أقول C في C. طيب دي كده كمية التحرك، حاصل ضرب الكتلة في السرعة دي كمية التحرك، فالـ M C عبارة عن بعيد عن قريب E على الـ C.
الاي اللي هي اتش نيو على 3، انا عوضت على الاي والسي موجوده في المقام، يبقى المفروض كميه التحرك تكون بالقيمه دي، ام سي كميه التحرك هتبقى اتش نيو على 3 سي، اتش نيو على 3 سي اهي، اتش نيو مفيش غيرها. طيب خلينا نركز كده ونجيب الطول الموجي. لمدا بتساوي اتش على بي ال، بي ال اللي هي كميه التحرك، ادي اتش وادي كميه التحرك اللي احنا حصلنا عليها اللي هي اتش نيو على 3 سي، مقام المقام بسط، ادي 3 سي، فالاتش تروح مع الاتش وتبقى اللمدا 3 سي على نيو، 3 سي على نيو اهي، يبقى الاختيار الصحيح هيكون ب. سؤال رقم 36، عند استخدام مجهر ضوئي لرؤية جسم أبعاده إكس على 2، فإن كمية حركة الفوتون في شعاع الضوء المستخدم بتساوي إيه؟ طيب ده مجهر ضوئي، والمجهر الضوئي علشان نقدر نستخدم فيه ضوء مناسب لازم يكون الطول الموجي المستخدم أقل من أبعاد الجسم، يعني لازم الطول الموجي المستخدم يكون أقل من نص إكس. طيب هو مش بيسألني عن الطول الموجي، ده هو بيسألني عن كمية حركة الفوتون. طيب ومديني الاختيارات اختار انهي كمية حركة من دول، هختار كمية حركة الفوتون اللي هتقدر تحقق لي طول موجي اقل من ابعاد الجسم. بمعنى انت عارف ان الطول الموجي عبارة عن H على BL، فلو عوضت بكمية التحرك الاولى اللي هي ادي الH اهي، وهشيل BL، هشيل BL واكتب مكانها اتش على 3 اكس، مقام المقام بسط، ادي 3 اكس اهي، هتطير الاتش مع الاتش واصبح الطول الموجي للفوتون 3 اكس. لاحظ القيمه 3 اكس اكبر من نص اكس، يبقى انت كده ما حققتش شرط الرؤيه، وبالتالي الاختيار الف اختيار خطا. طيب نجرب الاختيار رقم ب، هنقول اللمدا عباره عن اتش على بي ال، تعال نجرب بي ال دي، اتش على 2 اكس، مقام المقام بسط، ادي 2 اكس، هطير دي مع دي هيكون الناتج 2 اكس. هل ينفع استخدم ضوء له طول موجي اكبر من ابعاد الجسم؟ طبعا كمان دي كمان خطا. ادور على الاختيار جي، هقول لمدا عباره عن اتش واشيل البي ال واكتب 3 اتش على اكس، مقام المقام بسط، طير دي مع دي تبقى اكس على 3، يعني تلت اكس، يعني 3 من 10 اكس، طبعا دي اقل من النص، اقل من 5 من 10، يبقى الاختيار ده صحيح، يبقى الاختيار ج هو الاختيار الصح. طيب د، تعال نجرب، اللمدا بتساوي اتش، هشيل بي ال واكتب 3 اتش على 2 اكس، مقام المقام بسط، هطير دي مع دي هيبقى 2 على 3 ب 6 من 10 اكس، 6 من 10 اكبر من نص، وبالتالي ما عنديش اي اختيار يوفر لي طول موجي اقل من ابعاد الجسم غير الاختيار ج، وبناء عليه هختار الاجابه رقم ج. سؤال 37، تعبر الاشكال الاتيه عن ثلاث مستويات للطاقه تبعا لتصور بور في ذره الهيدروجين، فاي الاختيارات الاتيه صحيح؟ طيب تعالى كده نشوف ده كم قطاع عندك، ادي 1 2 3 4، 4 قطاعات، اقسمهم على 2 هيبقى فيهم الاثنين، يبقى انت معاك طولين موجيين، يبقى انت في المستوى التاني. طب تعال نعد القطاعات هنا، بس خلي بالك دي اكس ودي زد ودي واي، هو مرتبهم في الورق اللي معاك عكس كده، يعني جايب لك واي الناحيه دي وزد الناحيه دي. تعال نعد القطاعات، 1 2 3 4 5 6، دول 6 قطاعات، اقسم على 2 يبقى 3، يبقى معاك 3 اطوال موجيه، يبقى انت في المستوى التالت. طيب شكل واي، 1 2 3 4 5 6 7 8 8 قطاعات، اقسمهم على 2 يبقوا 4، يبقى انت معاك 4 اطوال موجيه، يبقى انت في المستوى الرابع. تعال نشوف الاختيارات، هينطلق فوتون في منطقة الضوء المرئي؟ ايوه ممكن ينطلق فوتون في الضوء في منطقة الضوء المرئي لو عندك عودة للمستوى الثاني، عندما ينتقل الالكترون من المستوى واي اللي هو الرابع الى المستوى زد اللي هو 3، لا ده مش هيديك ضوء مرئي، ده هيديك ضوء في منطقة الأشعة تحت الحمراء، يبقى العبارة دي مش صحيحة. طيب طاقة المستوى زد اقل من طاقة المستوى اكس، زد ده المستوى الثالث واكس ده المستوى الثاني، طاقه الثالث اكبر من الثاني مش اقل، يبقى العباره دي مش صحيحه. طيب فرق الطاقه بين المستويين اكس وزد، اكس وزد فرق الطاقه من 3 ل 2 او من 2 ل 3، دي كده يعني لو انت هتعود من المستوى الثالث للثاني هيديك ضوء في منطقه الاشعه الضوء المرئي، ده المرئي المرئية، الأشعة المرئية. أما فرق الطاقة بين المستويين واي وزد في الأشعة تحت الحمراء، تحت الحمراء
طيب تعال نقارن في الطاقة بقى، طاقة الضوء المرئي أكبر من فرق الطاقة بين المستويين. ده العبارة دي صحيحة، العبارة ج عبارة صحيحة. طب طاقة المستوى إكس، خلي بالك عندنا دي أكبر، طاقة المستوى إكس أكبر من طاقة المستوى واي. لا ده إكس ده أقل واحد فيهم، لأن تاني أقل من التالت وأقل من الرابع مش أكبر، يبقى دي خطأ، يبقى الإجابة الصحيحة هتكون دي. سؤال 28 يوضح الشكل انتقالات الإلكترونات بين مستويات الطاقة لذرة الهيدروجين، فإن النسبة بين نيو A لنيو B. طيب مش أنت عندك الطاقة بتساوي H في نيو؟ فلو جيت عملت نسب للطاقة قلت مثلا إيه واحد على إيه اتنين، هتطير ال H مع ال H وتبقى نيو واحد على نيو اتنين. يعني عايز أقول لك إن النسب بين الفرق الطاقة هو النسب بين الترددات، وبالتالي أنا ممكن أحول الطاقة دي، يعني هقول كده نيو A، هقول طاقة A على طاقة B، وطاقة A دي هتبقى الفرق من الرابع للتاني، وطاقة B هتبقى الفرق من التاني للأول. يبقى أنا كده هقول فرق الطاقة عايزين E واحد على E اتنين هتساوي طاقة، فرق الطاقة ده عبارة عن E أربعة ناقص E اتنين، E أربعة ناقص E اتنين. طيب E أربعة اللي هي سالب 13.6 على 16، ما هي الطاقة عبارة عن سالب 13.6 على N تربيع، دي كده E أربعة ناقص، ادي ناقص اهو اي 2 هتبقى فرق الطاقة اللي هي سالب 13.6 على 4، سالب سالب موجب. طيب واي 2 هتبقى الفرق ما بين اللي هي اي بي، يعني اللي هي الفرق ما بين 2 لاي 1. طيب ماشي، نقول بقى اي 2 اللي هي سالب 13.6 على 4 ناقص اي واحد اللي هي سالب 13.6 على واحد، واحد متكتبش، سالب في سالب بموجب، احسبها هتطلع نسبة واحد لاربعة، واحد على اربعة هيبقى الاختيار بها. سؤال 39 يوضح الشكل طيف الأشعة السينية المنبعث من أنبوبة كوليدج، فأي الاختيارات التالية يعبر عن تردد الفوتونات المميزة السينية والانتقالات الناتجة منها. خلي بالك اللي مكتوب على المحور تردد، دايما كان يجي لك الرسمه على ان هنا الطول الموجي، هنا التردد، وده التردد الصغير وده التردد الكبير. التردد الكبير ده معناه ان فرق الطاقه كبير، والتردد الصغير ده معناه ان فرق الطاقه صغير. طيب بيقول لك اي الاختيارات التاليه يعبر عن تردد الفوتونات المميزه السينيه والانتقالات الناتجه عنها. اولا الترددات المميزه اللي هي عند النتوء ده، ده وده، مفيش غيرهم، يعني يا تقول لي 5 يا تقول لي 3.75 بالتقريب، دي 3.75 من 100، فانا عندي هنا 5 مكتوبه مرتين، اما 5.3 و5.3 لا ده كده مش مميز، يبقى انا مش هبص لدول، خلينا في الاثنين اللي فوق دول. 5 وفي 10 و18 ده انتقال من فين لفين؟ بما ان الخمسه دي اكبر تردد للطيف المميز، ما انا عندي طيفين اهو، ده مميز وده مميز، ده الاكبر في التردد، يبقى ده الاكبر في فرق الطاقه، ده جايب من حته ابعد من فين لكي بقى؟ من ام لكي، من ام لكي، وبالتالي الاختيار الصحيح هيكون الاختيار ألف، من المستوى M إلى المستوى K، يعني الإجابة عندنا هتبقى ألف. سؤال 40 الشكل يوضح المدى الطيفي لمصدرين ضوئيين واحد واثنين، فعندما يقطع الضوء الناتج عن المصدرين مسافة دي، فكانت شدة إضاءة المصدر واحد، ده المصدر واحد شدة إضاءته كانت 2 I، وشدة إضاءة المصدر 2 كانت شدتها I، فعندما تصبح المسافة، يبقى انت عندك المسافة الاولى كانت دي، والمسافة الجديدة هتصبح كام بقى؟ هتصبح 2 دي، فتكون شدة اضاءة المصدرين واحد واثنين ايه هي؟ اولا تعالى بالنسبة للاثنين، ده ليزر، عرفته ازاي؟ انه ليه مدى طيفي صغير، فده ليزر، فاذا كانت شدة اضاءته اي فهدناها اي مهما مشي المسافات، فانا هقول شدة الضوء الناتج عن المصدر اثنين هيكون اي، عندي دي اي ودي اي، يبقى هختار دي او دي. طيب بالنسبه لشكل واحد ده ضوء عادي، عرفت ازاي من اتساع المدى الطيفي؟ طيب وقدام ده ضوء يبقى بيخضع لقانون التربيع العكسي اللي بيقولك ان الشده بتتناسب عكسيا مع مربع المسافه اللي بين المصدر والسطح. طيب تعالى كده نقول ان اي واحد على اي اتنين بتساوي دي بالعكس بقى، دي اتنين وتربع قانون التربيع العكسي على دي واحد تربيع. بالنسبه للشكل واحد كانت الاي في الحاله الاولى اتنين اي، الاي في الحاله الثانيه عايزين نعرفها، والمسافه في الحاله الاولى كانت دي وفي الحاله الثانيه كانت 2 دي، هتقول لي 2 دي كل تربيع، 2 دي كل تربيع تربيعها 4 دي تربيع، ربعت الاثنين وربعت الدي، اما دي واحد كانت بدي وتربيعتها دي يبقى دي تربيع، دي هتطير مع دي،
ويبقى عندك هنا اي 2 ده على ده، مقدم على مقدم يساوي تاني على تاني، يبقى اي 2 هتساوي 2 اي على 4، 2 اي على 4 يعني اي على 2 يعني نص اي. يبقى احنا هنختار مين؟ هنختار اختيار ب، ان ده هيبقى اي على 2 وده يدانه زي ما هو اي، يبقى الاجابه الصحيحه هتكون ب. سؤال 41، اي من الاشعه التاليه في عمليه التصوير ثلاثي الابعاد يوجد اختلاف في التطور بين الفوتونات؟ اختلاف في الطور، هل الشعاع الصادر من المصدر الضوئي ويسقط على المراه؟ الشعاع اللي جاي من المصدر، المصدر ده ليزر، لان شرط انك تستخدم تصوير ثلاثي الابعاد انك يكون معاك ليزر، والليزر ما فيهوش اختلاف، الضوء نفسه متفق في التطور، كله بيتفق في التطور وليس يوجد اختلاف في التطور. طب الشعاع الصادر من المصدر الضوئي ويسقط على الجسم، سواء يسقط على الجسم او يسقط على المرآة، الليزر فوتوناته مترابطة. طيب الشعاع المنعكس من على المصدر الضوئي ويسقط على الجسم، الشعاع المنعكس من على المصدر الضوئي، المصدر اللي هو الليزر ويسقط على الجسم، برضو ده ما فيهوش اختلاف في التطور. امال مين اللي فيه اختلاف في التطور؟ الشعاع المنعكس من على الجسم، الجسم هو اللي عنده تضاريس واختلاف بالتالي في التضاريس اللي عليه، فبالتالي لما يجي يسقط الضوء وينعكس هيبقى الشعاع المنعكس من على الجسم للوح الفوتوغرافي هو ده اللي فيه اختلاف في التطور، وبالتالي الاختيار الصحيح هيكون ده. سؤال 42 بيقول لك، اذا كان فرق الطور بين الاشعه في تصوير مجسم باي على 4 فاي الاختيارات الاتيه صحيح؟ عبر عن فرق المسار. بنقول في قانون فرق الطور بيساوي فرق المسار في 2 باي على لامدا. فرق الطور باي على 4، باي على 4، وادي فرق المسار في 2 باي على لامدا. عايزين فرق المسار في طرف، يبقى فرق المسار هيساوي، طبعا الباي دي هتروح مع الباي دي، فرق المسار هيساوي الطرف المتصل على الطرف اللي فيه مجهول، يبقى لامدا على 4 في 2 ب8. لامدا على 8 يعني الاختيار الصحيح هيكون ج. سؤال رقم 43، الشكل يعبر عن دائره كهربيه مكافئه لبوابات منطقيه، اي الاشكال يعبر عن البوابه المنطقيه المكافئه؟ البوابه المفتاح دي ده بيمثل البوابه نوت. فين البوابه نوت؟ البوابه نوت اهي، بس لازم يكون بوابه نوت اهي دي. فين البوابه نوت اهي؟ اهي دي، اهي دي، يبقى ماشي دي صح. A و B متوصلين على التوالي فبيمثلوا اند، A و B اهم بيمثلوا داخلين على اند اهم، تمام يبقى A و B صح. طيب C زي دي بوابه نوت برضو اهي، C بوابه نوت اهي، يبقى دي كده مظبوطه. لو انت جيت حطيت عملت جدول للتحقيق وافترضت اي افتراضات دايما هيطلع معاك صحيح، لكن استحاله تكون مفاتيح بالمنظر ده وتكون بوابه واحده. اولا ما هياش بوابه اند، امال دول ايه؟ اللي هي تعتبر سلك فاضي على التوازي مع المصباح، دي بوابه نوت مش موجوده ليه؟ ولا هي اور بيبقوا اتنين على التوازي مش موجوده اصلا، واور ونوت امال المفتاحين على التوالي دول فين؟ يبقى هو الاختيار الصحيح هيبقى الاختيار ج. تعالى نشوف سؤال جديد اللي هو السؤال 44، شكل يوضح زيادة التوصيل الكهربي لبلورة جرمانيوم نقي من التطعيم بذرات شائبة. على السهم ده هنطعم بشائبة خماسية، وبالسهم ده هنطعم بشائبة ثلاثية، يبقى دي كده شائبة خماسية ودي شائبة ثلاثية. طيب تمام، فإذا كان تركيز الشوائب المضافة في كل حالة 10 أس 12، فعايز إن أنا أختار من الجدول الاختيار المناسب. طيب تعالى الأول ناخد المعطيات دي ننظمها، بمعنى ايه؟ دي كده قبل التطعيم، قبل التطعيم بالخماسي او قبل التطعيم بالثلاثي، فبالتالي تركيز الالكترونات او الفجوات بنسميه ان اي، يبقى ان اي هنا بتساوي 10 أس 10. ده هتكلم على لما نيجي نطعم بالمكون واحد ولما نيجي نطعم بالمكون اتنين، هنا برضو الان اي الاول عبارة عن 10 أس 10. طيب هنيجي نطعم بعنصر خماسي، العنصر الخماسي سوف يقول ان دونر وهياتي بعدد من الالكترونات ان مساوي له، هو كم شائبه منه 12، يبقى هيدي عدد الالكترونات 10 أس 12. وهنا هنطعم ب 10 اس 12 من المكون الثلاثي او من العنصر الثلاثي، هيبقى ساعتها انت عندك هنا العنصر الثلاثي هيتحول ان اكسبتور وهياتي بعدد من الفجوات مساوي للشائبه اللي هو 10 أس 12، تمام. طيب انا بالنسبه دي تعتبر مساله لوحدها ودي مساله لوحدها، هنا انا طعمت بعنصر خماسي وهنا طعمت بعنصر ثلاثي،
تعال نجيب المفقود هنا. يعني مثلا انت عندك قانون فعل الكتله بيقول لك ان في بي بيساوي ان اي تربيع، انا عندي هنا الان اللي هي 10 اس 12، البي مش عندي، بتساوي الان اي تربيع يعني 10 اس 10 كل تربيع تبقى 10 اس 20. من هنا اقدر اجيب البي بالنسبه للتطعيم الاولاني، المكون بتطعيم بالمكون واحد، البي بقى هتبقى كام؟ البعيد عن القريب 10 اس 20 على 10 اس 12 ب 10 اس 8، ده كده ايه البي. طيب تعال نروح هنا بقى، هنا هنتكلم برضو عن قانون فعل الكتله اللي هو الان في البي بيساوي ان اي تربيع. انت عندك هنا الان مش موجوده، بس البي ب 10 اس 12 والان اي ب 10 اس 10 لكل تربيع تبقى 10 اس 20. يبقى انت عندك هنا الان هتساوي 10 اس 20 على 10 اس 12 تبقى 10 اس 8، دي الان. طيب ماشي، لما انت تطعم بعنصر ثلاثي هيبقى عندك هنا او المكون بالعنصر الخماسي، لو انت طعمت بعنصر خماسي هتحصل على بلوره من النوع ان طيب، ان اللي فيها الالكترونات، يبقى دي ان طيب. طيب ولما دي تطعم بعنصر ثلاثي هتحصل على بلوره من النوع بي طيب. طيب تمام، تعال بقى نشوف الجدول. المكون واحد هيبقى اسمه ان طيب، ان طيب اهي واهي. طيب المكون اتنين، المكون اتنين هيبقى بي طيب، بي طيب اهي واهي. طيب نسبة بي واحد على بي اتنين، انا جبت اهي بي واحد اهي، بي واحد ودي بي اتنين، بي اللي عند واحد بي واحد على بي اتنين، بي واحد اللي هي بعشرة اس تمانية وبي عند اتنين بعشرة اس اتناشر، هيبقى الناتج عشرة اس سالب اربعة. 10 اس سالب 4 يبقى دي، يبقى دي 10 اس سالب 4، يبقى انت معاك الاختيار ده وتتاكد من دي. ان 1 على ان 2، ان 1 على ان 2، نروح ل 1 هنلاقي ان عندها بكام؟ اهي ب 10 اس 12، ب 10 اس 12. ونروح لان 2 هنلاقي عندها الان ب 10 اس 8، طبعا دي 8 مش 18 20 وهنا 12 بدي 8، ب 10 اس 8. تمام، هيبقى الناتج 10 اس 4، 10 اس 4 اهي، يبقى الاختيار الصحيح هو الاختيار ب. سؤال 45، اذا علمت ان مقاومه الوصله الثنائيه في حاله التوصيل الامامي مهمله وفي حاله التوصيل الخلفي لا نهائيه، فعند غلق المفتاح في الدائرتين ايه اللي هيحصل لمصباح واحد؟ طيب تعالى نشوف الدائره واحد. التيار عايز يخرج من القطب الموجب، هيلاقي ان الفرع ده متوصل على التوازي مع الفرع ده. طيب الفرع ده طبعا انت هتقفل المفتاح ماشي، لما هتيجي بقى التيار يمر السلك ده هيبقى فاضي. ليه؟ لان الوصله دي متوصله توصيل امامي وموجوده في فرع لوحدها، فهو ما ساب السلك فاضي، فالسلك الفاضي ده هيلغي الفرع ده، فالمصباح هنا هينطفي، يبقى المصباح هنا هينطفي في واحد، ينطفئ اهي. طيب والمصباح واحد في الحاله الثانيه، المصباح ده المفروض تكتب لك اتنين، والمصباح اتنين في الحاله الثانيه، المفروض ان المفتاح مفتوح كان التيار ماشي كده في المصباح. لما احنا نيجي نقفل المفتاح هيجي التيار هيمشي كده برضو، ليه؟ مش هيتجزأ جزء هنا، يتجزأ جزء هنا ازاي ودي متوصله توصيل عكسي، فكأن الفرع ده مش موجود، الفرع ده كده ملغي لان تبقى مقاومتها لا نهائيه، فالتيار يكمل زي ما كان مكمل قبل الغلق، يبقى بعد الغلق زي قبل الغلق، وبالتالي هيبقى هنا لا يتأثر، يبقى ينطفئ ولا يتأثر، يبقى الاختيار الصحيح اختيار ألف، بس تكتب هنا مصباح واحد، تكتب هنا المصباح اتنين. اخر سؤال 46، يوضح الشكل دايرة الترانزستور ان بي ان معامل التكبير 99، فيكون تيار المجمع كام وجهد الخارج كام؟ هحاول استغل البيتا اي معامل التكبير، وقول انها عبارة عن اي سي على اي بي، واذا كنت انت عايز الاي سي فهقول لك ان الاي سي عبارة عن البيتا اي في الاي بي. البيتا اي اللي هي 99 في الاي بي على الرسم، تيار القاعده ب 6 مايكرو امبير، سيبها 6 ما تحولش، ليه؟ عشان عايز تيار المجمع بالمايكرو، فهيطلع معاك الناتج 594 مايكرو امبير. 594 هي اختيار وحيد بس، هو الاختيار جيم بس، تعالى نتاكد. جهد الخارج هنقول الفي سي سي جهد البطاريه عباره عن الاي سي ار سي زائد الفي سي اي، الفي سي اي دي بقى هي دي جهد الخارج، يبقى الفي سي اي عباره عن الفي سي سي ناقص القيمه دي، الفي سي سي اللي هي البطاريه عباره عن 3، والاي سي جبناها ب 594 بس بقى المره دي هنحولها، يبقى 10 اس سالب 6 في الار سي عندك على الرسم 3 كيلو يعني 3000 اوم،
هتضرب الضربية دي هيطلع معاك الناتج 1.218 فولت، يعني الاختيار الصحيح فعلا الاختيار جيم.